مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، ومشرفني ومنورني دايما في قناتكم قناه الاهلي، والاهلي في كل مكان، الاهلي في كل مكان. النهارده عندنا اخبار كتيره جدا، اخبار بتتعلق بالفريق الاول وتدريبه واستشفاء الفريق قبل المواجهه المهمه جدا، مواجهه تاون شيب. نقول بقى لقاء العوده، النقطه السادسه للنادي الاهلي بيدور عليها بعد الثلاث نقاط اللي احنا قدرنا نجتاز. عقبه كانت كبيره جدا للاهلاويه، لكن الحمد لله اجتزناها واجتزناها بنجاح كبير جدا. عايز الاول ابدا مع حضراتكم بخطاب الشكر اللي وجهه النادي الاهلي للسيد وزير الداخليه لاستجابه سيادته لمطلب النادي الاهلي. وجه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الشكر للسيد الوزير محمود توفيق وزير الداخليه على موقفه الانساني واستجابته لطلب النادي بخروج المشجع احمد صبر المحبوس على ذمة أحداث مباراة الأهلي ومنانا الجابوني، وذلك للمشاركة في تشييع جنازة والده والذي وفاته المنية أمس الخميس. وجاء نص بيان مجلس إدارة النادي الأهلي على النحو التالي: وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للسيد وزير الداخلية والسيد الوزير محمود توفيق وزير الداخلية على موقفه الإنساني واستجابته الفورية لطلب النادي الأهلي بخروج المشجع أحمد صبرة المحبوس على ذمة قضية أحداث الشغب في مباراة منانا الجابوني لحضور جنازة والده. وكانت إدارة النادي الأهلي قد تلقت اتصالات من زملائه للتدخل لدى الجهات المسؤولة من أجل تحقيق هذه الأمنية، وعلى الفور وجه مجلس الإدارة الشؤون القانونيه بالنادي الاهلي الى مقر مصلحه السجون بالقاهره مساء الخميس لتقديم طلب بهذا المعنى طبقا للاجراءات القانونيه. كما تم التواصل مع مكتب السيد وزير الداخليه وقطاع الاعلام والعلاقات بالوزاره، وبعرض الامر على السيد الوزير محمود توفيق وافق سيادته على الفور فجر الجمعه على خروج احمد صبره لحضور صلاه الجنازه وتشييع والده الى مثواه الاخير، ونسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يسكنه فسيح جناته. والنادي الأهلي إذ يتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية على موقفه الإنساني والنبيل وجميع المسؤولين بالوزارة، فإنه يتمنى التوفيق والسداد لرجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان لمصرنا الغالية. يعني عشان نشوف الخبر بالتوضيح كمان، معايا الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. أستاذ شريف أهلا بحضرتك. مساء الفل عليك. مساء قناه النادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، اهلا بيكم، منور بيكم، منور. امس واعتقد ان هو كان طلب من النادي الاهلي وطلب يعني انساني. خليني اقول لك حاجه كابتن حميد، مهمه جدا. يعني دي نافذتنا، قناه النادي الاهلي هي نافذه النادي الاهلي على جمهوره، نافذة رئيسية وواحدة من أهم أدوات المنظومة الإعلامية للنادي. كابتن محمود الخطيب لما بيحب يخاطب جمهور الأهلي بيخاطبه من خلال القناة، والحقيقة بتؤدي دور عظيم وتشهد تطور هائل، وننتظر انطلاقتها الكبيرة إن شاء الله في بداية أغسطس تحت إشراف الأستاذ خالد توحيد. وبالتالي الجمهور اللي بيشوفنا دلوقتي حقه علينا إن احنا نوضح له كثير من الأمور اللي أحيانا بتكون خافية عن البعض. اتفضل. أولا نادي الاهلي، لانه بتجي لنا مطالبات كثيره جدا يا كابتن عبد الحميد، انتوا سايبين الشباب المحبوس في هذه القضيه ومش بتساعدوه وخرجوهم والامور العاطفيه اللي انت عارفها. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وجميع مسؤوليه والاداره التنفيذيه بتتالم اشد الالم لاي مشكله او يعني ازمه يتعرض لها احد افراد جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيتحمل الحقيقه المشاق من اجل مسانده النادي الاهلي. اكيد. لكن ما حدث في مباراه منانا كان خروج عن النص للاسف الشديد، اعاد الموقف الى المربع صفر زي ما قلنا قبل كده، وحرمنا مره اخرى من لعب استاد القاهره بسبب الشغب اللي حدث من قله من الجمهور. تم القاء القبض على عدد منهم وخضعوا لتحقيقات، والان هم قيد المحاكمه. وبالتالي لا احد في مصر، مش النادي الاهلي بس، لا احد في مصر يستطيع ان يتدخل لدى الجهات القضائيه في سير القضية، لكن ما يمكن أن يوفره النادي الأهلي هو للمظلومين والذين لم يكن لهم ذنب ولا جريرة في هذه الأحداث، إنه اللجنة الموكل إليها الشؤون القانونية يعني في النادي الأهلي بمساعدة هؤلاء الشباب تقدم كل ما تستطيع من أجل المساعدة، ونتمنى إن شاء الله إنه المحاكمة يعني ألا تطول أكثر من ذلك ويفصل فيها، بحيث إنه إذا كان هناك أشخاص أبرياء
يخرجوا الى اسرهم والى مستقبلهم والى دراستهم، لان زي ما قلت لحضرتك الموضوع ده مؤلم جدا لينا وللاهالي ما فيش شك. اكيد يا شريف. رقم اثنين، الحقيقه انه بالامس يعني كان في مناشدات من الجمهور لما توفي والد احمد صبره، وكان في المستشفى الحقيقه يبدو انه كان مريض وكان بيعالج، وقالوا انه على الاقل يعني احمد لو يقدر يخرج يحضر الجنازه ويشوف والده ده هيكون عمل عظيم. الكابتن محمود الخطيب وجه على طول العميد محمد وركان المدير التنفيذي للنادي، وتم تشكيل ما يشبه خليه الازمه في النادي من اجل الوقوف على الاجراءات القانونيه في هذا الاطار، لان انت دايما محكوم بالقانون. الشؤون القانونيه الحقيقه سالت في النيابه الجهات القضائيه، وفي النهايه تم الاتفاق او كان الاجراء اللي نقدر نعمله هو تقديم طلب الى مصلحه السكون في الولايه. الحقيقه تم التواصل مع مسؤولي مصلحه السكون واللي هو اشرف عز العرب مدير المباحث، وتقدمنا بطلب من اسم النادي الاهلي، وانا الحقيقه على صفحتي كان الطلب ناقص ان احنا نحط عنوان دقيق لاحمد، نشدت الشباب اذا كان حد يعرف عنوان دقيق لاحمد يبعته لنا. بالفعل زود تتحدث عن جنازه بعد ساعات قليله. مصلحه السجون مشكوره ارسلت الفاكسات الى الجهات المعنيه، بتحصل على ثلاث موافقات، مديريه امن القاهره اللي بينتمي ليها احمد صبره، وقطاع الامن الوطني، وقطاع الامن العام. مش عايز اقول لك قد ايه القطاعات الثلاثه كانت متعاونه، ويعني شافت ان ده موقف انساني ما يتاخروش عنه. تواصلنا ايضا مع اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخليه للاعلام والعلاقات ومكتب السيد الوزير، وانا عايز اشكرهم الحقيقه، العميد سامي ليلى او اللواء خالد حمدي، اللي عرضوا الامر على السيد الوزير بموجب هذه الاوراق القانونيه اللي سيادته توجه على الفور الساعه 4 فجرا يا كابتن عفان. 4 الفجر تلقينا اتصال من مصلحه السجون يفيد بموافقه السيد الوزير على خروج احمد لحضور الجنازه. ايضا المحامي سامي الرفاعي من الشؤون القانونيه توجه لانهاء الاجراءات، وخرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم أحمد، وكنا متابعين الحقيقة مع المسؤولين غار البيت في حدائق القبة، ثم مسجد أبو المكارم الزغل اللي شاهد صلاة الجنازة. يعني بنتمنى للفقيد أن يتغمده المولى بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأنه أحمد إن شاء الله ربنا يفك قيده قريبا بعد هذه المحاكمة، هو وزملائه. يعني إحنا دايما يعني القضاء هو ملاذ الوطن زي ما بنقول، لكن في نفس الوقت ما نقدرش أبدا تدافع عن حد اخطا مره واثنين. صحيح الشباب صغير متحمس، لكن مباراه منانا ما كانش في اي داعي ابدا ان احنا نعمل هذا الخروج عن النص والشغب، اللي ضر الشباب ضرر كبير كابتن عبد الحميد، وضر النادي الاهلي بالغ الضرر. انت كان زمانك بتلعب النهارده في استاد القاهره بحضور 40 و50 الف متفرج، وبالتالي الجهات الامنيه معذوره. الناس يهمهم تامين المنشاه، اولا الافراد يهموا تامين الفرد، ويهموا تامين المنشأة، وكمان علاقة طيبة. أتمنى بقى إن إحنا يعني ننسى يعني أي تاريخ قديم. صحيح ولادنا وشهدائنا لا يمكن ننساهم، لكن في ناس بتدخل على الخط يا كابتن حميد بتطفي المعركة وبتحاول إثارة الفتنة بين الجمهور والشباب المتحمس وبين الأجهزة الأمنية، زي اللي حصل بالظبط في برج العرب، وقال لك ده قبضوا على 50 واحد، ده على 100 واحد، بالظبط. الحقيقة استوقفوا بعض الشباب اللي كان يعني بيشتبه في انتمائه ل بعض، مش عايز اقول الجهات، لكن ربما بعض التشكيلات او ما نسميه الروابط، لان قانون الرياضه الجديد كما تعلم كابتن عبد الحميد بيحظر تشكيل هذه الروابط. بالظبط. والناس بعد بدايه الشغل رقم اثنين، معظم هؤلاء الشباب ما كانش عنده تذكره، واحنا حذرنا من التوجه الى استاد برج العرب بدون التذكره، التذاكر كانت موجوده، واي حد كان بيطلب تذكره كنا بنديله طالما سجل على الموقع الالكتروني، او اللي ما سجلش كنا بناخد صوره بطاقته وبنديله. تمام. فالحقيقه كانت التذاكر موجوده. فاحنا بنتمنى على جمهور الاهلي العظيم ان هو يفوت الفرصه على اي حد بيحاول الوقيعه بينه اولا وبين اداره النادي، بينه ثانيا وبين النادي مع الجهات المسؤوله في الدوله، لانه في النهايه احنا يعني لا نريد الا موسم رياضي محترم، الشباب يروحوا الاستاد يشجعوا بمنتهى الاريحيه ويدخل باحترام ويستمتع بمباراه كره القدم بعيدا عن اي اهانه
او اي احتكاك لرجال الشرطه. وزاره الداخليه ورجال الشرطه لا يعنيهم في المقام الاول الا تامين هؤلاء الشباب وتامين الامور وتامين المنشاه والمباراه تخرج في احسن صوره. محدش عايز يدخل في متاهه كابتن محمد. اكيد يا شريف. فرصه من خلال قناه النادي الاهلي مره اخرى، ويعني باسم مجلس اداره النادي الاهلي بتوجه بجزيل الشكر والامتنان الحقيقه للسيد الوزير المحترم محمود توفيق وزير الداخليه ورؤساء القطاعات سواء امن الدوله او الامن العام او الاعلام والعلاقات او مكتب سيادته الحقيقه او مصلحه السكون على جهدهم، لانه اللي حصل اقدر اقول لك انه ملحمه بكل ما تحمله الكلمه معنا. الساعه 1 بالليل تقدم طلب، الساعه 4 الصبح السيد الوزير رغم ان الموضوع ده يعني موضوع بياخد اجراءات مطوله يدي قرار انه احمد يخرج ويحضر جنازه والده. فيعني ربنا يصبر احمد والنادي الاهلي معاه وفي ظهره ومع كل الشباب، بس نتمنى الالتزام دايما بالاطر المحترمه وبالتشجيع المثالي وبالقانون. أكيد يا شريف، يعني كلام حضرتك كلام مهم جدا جدا وحمد بين طياته معاني كبيرة جدا. أكيد السادة المشاهدين عارفين كلام حضرتك من الألف إلى الياء لغاية ما نهيت معاك الكلام لغاية دلوقتي، لكن أنا هسأل حضرتك سؤال مباشر عشان تبقى إجابته مباشرة برضو، مع أن حضرتك قلت في طيات كلامك أو نصحت الجماهير، لكن أنا هسألك السؤال مباشرة وحضرتك متحدث جيد وبارع ومقنع في نفس الوقت، عايز نصيحة لحضرتك للشباب اللي بيروحوا يشجعوا. كابتن يعني صدقني يعني نصيحتي انجاز لينا ان هم انها تكون نصيحه يعني وهم اخواتنا الصغيرين واولادنا ان هم يستمتعوا يعني يجرب كده ما ينسقش في قصه التفكير الجمعي ومرحله الاحتقان وياخد الامور ببساطه شديده ويدرك بس انه نظرا للاحداث السابقه ففي يعني ربما تكون بعض الاجراءات اللي زايده شويه من اجل تامينهم فيتحملوا هذه الاجراءات لان احنا اللي عملنا في نفسنا كده كابتن حميد ويروحوا يستمتعوا يروح يشجع بس فرقته علشان يعني يسعد بهذا الامر. خلي بالك كابتن حميد اكثر نادي متضرر من غياب الجماهير هو النادي الاهلي. اكيد بلا شك. وقوه النادي الاهلي تكمن في جماهيره. بلا شك. النادي الاهلي جمهوره فعلا هو اللاعب رقم واحد. واحنا نفسنا انه استاد القاهره يمتلئ عن اخره دايما جمهور النادي الاهلي في كل مباريات محليه وافريقيه. والكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره كله بيبذل جهد خرافي الحقيقه مع المسؤولين من اجل عوده الجماهير بشكل كده. بس انت كمان محتاج مساعده الجماهير وان يكون في ضمانه من الجماهير انها تمنع اي شخص مندس بينهم يحاول اثاره فتنه زي ما قلت لحضرتك. اكيد. الموضوع هياخد شويه وقت تحمل ونتعامل بشكل كويس وراقي وبالتاكيد هيكون الطرف الثاني على نفس القدر ان لم يكن افضل لان هم في النهايه لا يعنيهم زي ما قلت لحضرتك الا ان اولادهم يستمتعوا والمباراه تخرج على خير وهم كمان بيحبوا الكوره وبيحبوا مصر ومنهم الاهلاوي ومنهم اللي غير كده فما عندوش مصلحه ابدا ما حدش عنده مصلحه كابتن عبد الحميد انه ينكل او يسيء لمشجع جمهور لمشجع كره قدم او شاب. أكيد 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 أستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي البارع باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات الهامة جدا. كلامه من الأول بسم الله الرحمن الرحيم لغاية لما قفلنا الحديث حالا كلامه فيه معاني كثيرة جدا، افهموها عشان ما يختلطش أو ما تختلطش الأمور بحضراتكم. مش عايز أقعد أفتح في اللي فات امبارح، أعتقد الكلام واضح جدا وكلام مميز جدا باسم متحدث بارع جدا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم اداره او مجلس اداره النادي الاهلي. انا قلت قبل كده لحضراتكم انا والله العظيم وانا بقول البيان مش سهل يا جماعه ان اي ضرر يمس اي اهلاوي، والله العظيم مش سهل. يعني انا بقول الكلام اول ما وانا حاسس ان انا مش اخطأ واخطأ مره واثنين، لكن انتوا في الاول وفي الاخر ولادنا وولاد النادي الاهلي ومشجعين النادي الاهلي، واحنا قلنا المشجع الاهلاوي ده اول حاجه في المنظومه كلها، فمش مستاهل علينا ان احنا نقول اخبار زي كده، ومش مستاهل علينا قلت لكم قبل كده ان لما يكون في ايد اي حد اهلاوي قبل كمان مجلس الاداره ان هو يعمل اي حاجه للجمهور عمره ما بيتاخر، لو في حاجه بتبقى خارجه عن الاراده تماما زي ما قال الاستاذ شريف فؤاد. لكن مش سهل ان احنا نطلب ولد يعني يطلع يحضر جنازه ابوه، يعني الموضوع صعب وفعلا كان لازم النادي الاهلي يشكر سياده الوزير وزير الداخليه يعني على سرعه تنفيذ الاجراءات وبسرعه الولد يخرج وحاجه انسانيه في المقام الاول والاخير. فالموضوع
ما تستهونوش بيه، اتفتشوا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وما تخلوش اي حد يعمل جنبكم اي حاجه، وانتوا اول حامل نفسكم، انتوا احموا نفسكم عشان ما تحطش لا قدر الله في الموقف ده تاني، ان احنا اب من ابهاتنا يموت واحنا مش عارفين نطلع له. يعني تخيلوا الولد مش عارف يطلع، تخيلوا النادي الاهلي ما كانش فيه سرعه في تنفيذ الاجراءات، تخيلوا اصحابه المخلصين جدا اللي راحوا النادي الاهلي علشان يطالبوا النادي الاهلي بالوقوف جنب الولد عشان يطلع يشوف جثمان ابوه، يعني حاجه تقطع القلب. وسرعه التنفيذ ومحمد مرجان مدير التنفيذ الكابتن محمد مرجان يطلع بسرعه وتشكل لجنه قانونيه ونطلب من السيد وزير الداخليه، والسيد وزير الداخليه بسرعه اجراءات يلا يا جماعه الكلام ده كله فأقل من 10 ساعات. فتخيلوا الموضوع كان يعني في شويه عرقله، وياما حصل قبل كده بقى الموضوع خارج عن الاراده. خلاص يعني حاجه صعبه، حاجه صعبه يعني اب يعني اب. فمن الاول نستحمل اجراءات ونستحمل تفتيش ونقف عند اي حد عايز يعمل اي فتنه وعايز يعمل اي تخريب. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. انتوا فعلا حمى النادي، وياما قلنا، وكابتن محمود الخطيب طلع وقال في بيان كان مهم جدا وكلنا كنا مستنيين، وقال في الاخر انتوا حمى النادي. حمى النادي ده عزيز على النادي جدا جدا، اوعوا تفتكروا ان ده كلام، اقسم بالله العظيم ما كلام. انا عارف وبقول لكم اللي جوه النادي ايه اللي بيحصل فيه، لو يعني يعرفوا يعملوا ايه عشان الجمهور يبقى مبسوط بيعملوه، غير كده بيبقى الموضوع خارج عن الاراده تماما تماما. وانا اتكلمت مع حضراتكم الكلام ده قبل كده، لكن انا هقول لكم البيان تاني علشان يعني فعلا من حقنا ان احنا نشكر، او من حق سياده الوزير ان احنا نشكره على سرعه الاجراءات. نص بيان مجلس اداره النادي الاهلي: وجه مجلس اداره النادي الاهلي الشكر لوزاره الداخليه والسيد الوزير محمود توفيق وزير الداخليه على موقفه الانساني واستجابته الفوريه لطلب النادي الاهلي بخروج المشجع احمد صبره المحبوس على ذمه قضيه احداث الشغب في مباراه مونانا الجابوني لحضور جنازه والده. وكانت اداره النادي الاهلي قد تلقت اتصالا من زملاء احمد للتدخل لدى الجهات المسؤوله من اجل تحقيق هذه الامنيه، وعلى الفور توجه مجلس الاداره او مجلس الشؤون القانونيه بالنادي الاهلي الى مقر مصلحه السجون بالقاهره مساء الخميس لتقديم طلب بهذا المعنى طبقا للاجراءات القانونيه. كما تم التواصل مع مكتب السيد وزير الداخليه وقطاع الاعلام والعلاقات بالوزاره، وبعرض الامر على السيد الوزير محمود توفيق وافق سيادته على الفور فجر الجمعه على خروج احمد صبره لحضور صلاه الجنازه وتشييع جثمان والده الى مسواه الاخير، ونسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يسكنه فسيح جنته. والنادي الاهلي اذ يتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد وزير الداخليه على موقفه الانساني والنبيل وجميع المسؤولين بالوزاره، فانه يتمنى التوفيق والسداد لرجال الشرطه في حفظ الامن والامان لمصرنا الغاليه. ده كان بيان النادي الاهلي. مش عايزين يا جماعه يعني مش عايزين الموضوع ده يتكرر، يعني حافظوا على نفسكم وانتوا ولادنا، يعني ولادنا ولاد النادي وكل حاجه في النادي، فحافظوا على نفسكم، حافظوا على نفسكم علشان تملوا الاستادات تاني ونفرح بيكم تاني وتنوروا الاستادات تاني. تعالوا نروح لاخبار الاهلي. الاهلي بيبدا الاستعداد للقاء تاونشيب البتسواني. لاعبو النادي الاهلي لكره القدم الذين شاركوا في مباراه الجونه، يعني اقول لكم الخبر بشكل مش خبري، يعني اللعيبه اللي شاركت في مباراه الجونه النهارده كان في تدريبات استشفائيه، واكيد حضراتكم دلوقتي بقيتوا عارفين استشفائيه ازاي، والمفروض اللعيب يقعد كام يوم علشان يرجع تاني فورمه في لياقته البدنيه. الموضوع بقى فيه جزء كبير جدا من الاحترافيه، ازاي ارجع اللعيب باقصى بسرعه ان هو يرجع فورمه تاني. طبعا معانا ليندمان مخط احمال ومعاه حسين عبد الدايم بيعرفوا يرجعوا ما شاء الله اللعيبه بسرعه جدا في من الحاله الاستشفائيه بتاعتهم او الحاله الاستشفائيه بتاعتهم. النهارده اللعيبه لعبوا مباراه امبارح، كانت مباراه مع الجونه، قلت لكم فريق الجونه فريق محترم، مباراة كانت صعبة نوعا ما. اللعيبة بعد هذه المباراة لازم يعملوا استشفاء، بياخدوا راحة، بينزلوا مغطس ثلج، بيعملوا ساونا وبيعملوا جاكوزي لغاية لما العضلات ترجع للطبيعي بتاعها. فدي اللعيبة اللي عملوا استشفاء النهاردة، أقول لكم أسمائهم: شريف إكرامي، محمد نجيب، محمد هاني، أيمن أشرف، أكرم توفيق، ومحمد شريف، وصبري رحيل. دي اللعيبة اللي عملت استشفاء النهاردة. نطلع فاصل، وبعد الفاصل هواصل معاكم أخبار الأهلي في الأهلي في كل مكان.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الاهلي في كل مكان. ارجع بيكم الاخبار الاهلي. كنا اتكلمنا عن الراحه الاستشفائيه او التدريبات الاستشفائيه اللي خاضها لاعبو نادي الاهلي النهارده بعد مباراه الجونه بالامس. كمان شفنا اكرم توفيق في مباراه الجونه او عرفنا ان اكرم توفيق خد كدمه جامده في مباراه الجونه وكل كان قلقان على اكرم توفيق. اكرم توفيق من اللاعبين المهمين جدا جدا. اعتقد صه هيثبت نفسه ويتنفس ويبقى لعيب على قدر المستوى زي اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي. اكرم توفيق النهارده بيشارك في مران الاهلي ومفيش اي مشكله. كان خد كدمه اعتقد في وش رجله في وجه القدم لكن الحمد لله النهارده مفيش مشكله خالص واكرم اتمرن عادي جدا. كمان احمد فتحي ومران محسن كان في تدريبات بدنيه وتاهيليه ليهم في الجيم على هامش مران الفريق على ملعب التتش. صلاح محسن كمان اكتفى بجلسه تاهيل على هامش مران الفريق ايضا في اطار الاستعدادات لمباراه تاونشيب البتسواني الهامه جدا في الجوله الرابعه في دوري ابطال افريقيا. مباراه مهمه مباراه مهمه يعني هنبدا نحس بالمباراه دي او بدانا نحس بيها من بعد مباراه برج العرب السابقه. 3 اهداف كانوا كفيلين ان هم يطمنونا على اللعيبه وعلى الفريق لكن المباراه هناك محتاجه حسابات ثانيه. واعتقد ان باتريس كالتيرون وجهازه الفني محمد يوسف والجهاز المعاون ان شاء الله يكونوا عاملين حساباتهم كويس جدا واللعيبه عارفه يعني ايه مباراه مهمه جدا جدا لكل الاطراف. كمان عاشور ووليد سليمان بيشاركوا في التدريبات الجماعيه اليوم. حسام عاشور ووليد سليمان لاعبا الفريق الاول لكره القدم شاركوا في المران الجماعي صباح اليوم الجمعه على ملعب مختار التتش. عاشور كان بيعاني ايضا من كدمه في الركبه كان خدها في مباراه تاونشيب في برج العرب لكن الحمد لله النهارده هو احسن بكتير. كمان وليد سليمان كان خد كدمه كانت مباراه بصراحه فيها خشونة عالية. تخيلوا بقى هناك الموضوع هيبقى عامل ازاي وهو عايز يكسبك ما عندوش اي حلول خالص غير ان هو يكسبك فهتكون مباراة صعبة وسهلة في نفس الوقت. صعبة لو لعيبة الاهلي صعبتها على نفسهم وسهلة لو اللعيبة استغلت الهجوم العشوائي اللي ممكن يعمله تاونشيب وان احنا نستغل هجماتنا بمنتهى الدقة وان شاء الله ربنا يوفق وليد ازارو النجم الاهلاوي الهداف. نروح لخبر تاني. النجم علي معلول بيغيب عن مران الاهلي الجماعي باذن من مدير الكره محمد يوسف. علي معلول شفناه في الماتش اللي فات في لقطه ضربه الجزاء لكن لقطه مهمه ولقطه مضيئه جدا وضربه جزاء اعتقد ان هي كمان طمنتنا كتير قوي على نتيجه المباراه قبل الهدف الثالث اللي طمن الكل. لكن مش ده علي معلول اللي احنا عايزينه. مش ده علي معلول النجم الكبير. مش ده علي معلول اللاعب الدولي التونسي. عايزين علي معلول يرجع علي معلول اللي احنا عارفينه. ان شاء الله يكون بداية رجوعه في المباراة القادمة. علي ان شاء الله ينتظم في التدريبات غدا استعداد للمواجهة المرتقبة يوم 28 يوليو الجاري. كمان مؤمن زكريا بتمنعه نزلة البرد عن التمرين النهاردة. ربنا يشفيك يا مؤمن وترجع بسرعه. نزلت برد شديده في معدته غيبته عن تمرين النهارده والكلام ده صرح بيه محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره. النادي الاهلي النهارده واصل تدريباته الصباحيه على ملعب مختار التتش. تدريبات بدات قويه واكيد كله عارف يعني ايه مباراه صعبه جدا. تبدو للأقلية إن هي سهلة لكن الكل أو الأغلبية عارفين إنها مباراة صعبة. الجهاز الفني كمان حرص على تطعيم كالتيرون وكوليبالي قبل السفر لبتسوانا. الجهاز الفني الطبي لكرة القدم بنادي الأهلي حرص على تطعيم الجهاز الفني بقيادة باتريس كالتيرون وذلك قبل السفر إلى بتسوانا فجر 24 يوليو الجاري. كما قام الجهاز الطبي بالتطعيم المالي سليف كوليبالي المساك اللي طمنكم نوعا ما لكن مدافع ان شاء الله يكون بشرة خير للنادي الاهلي ويكون عند حسن ظن الجميع. قلت لكم ان باتريس كالتيرون كمان قلبه قوي جدا قوي قلبه كمان يعني هو قال قوي قلبه واحنا بعد المباراه قلنا ان هو فعلا قلبه جامد ان هو لاعب لسه جايبه جديد وبيلعبه في مركز حساس جدا الغلطه فيه بفوره بلغه الكوره يعني لكن لاعبه واللعيب بصراحه كان بيلعب السهل الممتنع. اول لما تنزل الماتش كده وانت لسه جديد وجاي وعارف الناس بتبص لك وعارف ان انت كمان مباراه حساسه بتحاول تلعب اسهل حاجه
فده اللي مطمني بالنسبه لكوليبالي. كمان هو كمان اعتقد في لما ياخد ثقه هيلعب احسن من كده ويبقى يظهر احسن من كده. شفنا عمل تمريره كانت لعلي معلول اللي علي معلول تسرع فيها كان ممكن تبقى هدف وهدف جميل جدا، لكن عنده سليف كوليبالي عنده، وان شاء الله يكون بدايه خير كمان من المباراه القادمه احسن واحسن باذن الله. نروح لاخبار اتحاد الكوره، ولسه بندور على مدرب ومش عايزين نستعجل. هنترى نجيب مدرب اجنبي يا ترى نجيب مدرب محلي؟ طب لو هنجيب مدرب اجنبي هيبقى مين؟ طب محلي هيبقى مين؟ اسماء مطروحه كتيره جدا، لكن لسه اتحاد الكوره في اتجاهه لتاجيل الاجتماع اللي كان المفروض يجتمعوا في القريب العاجل، لكن في فكر ان هم ياجلوا هذا الاجتماع الى نهايه الاسبوع المقبل لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الاجنبي ايا كان بقى اجنبي مصري. فلغايه دلوقتي مفيش مدرب اجنبي، فصعب قوي ان انت في يوم وليله تجيب مدرب اجنبي. طب هتجيبه شكله ايه؟ مواصفاته ايه؟ عارف الكره المصريه ولا مش عارف الكره المصريه؟ عارف الكره الافريقيه ولا مش عارف الكره الافريقيه؟ حسابات كتير في دماغ الاتحاد المصري لكره القدم هيحسمها الايام القليله القادمه هنشوف. قبل كده قلنا او هم قالوا ان مفيش اتجاه لمدرب وطني، لكن بعد كده قالوا في اتجاه لمدرب وطني في حاله فشل المفاوضات مع مدرب اجنبي. ممكن بقى حضراتكم تشاركونا على صفحتنا صفحه الاهلي، ايه الاحسن؟ هل هو مدرب اجنبي مدرب مصري؟ طب مدرب مصري هيبقى مين؟ مش عايزين نتكلم اكتر من كده. والنجم صلاح يعود لتدريبات ليفربول استعدادا للموسم الجديد. انضم محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونجم ليفربول الانجليزي الى تدريبات فريقه الانجليزي اليوم بعد الانتهاء من اجازته الصيفيه والتي حصل عليها بعد انتهاء مباريات كاس العالم. الصفحه الرسميه لنادي ليفربول صورت صلاح بعد انضمامه للمعسكر الفريق اليوم، وان شاء الله صلاح هينضم الى المعسكر مع اللاعبين لامريكا يوم السبت المقبل ان شاء الله لخوض معسكر اعداد استعدادا للموسم الجديد. ليفربول دعم الفرقه بنجوم كبيره جدا واسماء مهمه جدا. هنشوف ليفربول دوري طبعا كله الدوري مولع، الدوري الانجليزي مولع في كل الاحوال. تخيلوا بقى لما نسمع عن صفقات مدويه لكل الفرق، مانشستر سيتي وليفربول مانشستر يونايتد فرق كبيره جدا دعمت بلعيبه كتير جدا، تشيلسي مدرب ولعيبه، هتلاقوا دوري قوي جدا. دي بعض اللقطات للنجم المصري محمد صلاح. هتبرد يا صلاح كده على فكره، اتصورت كتير قوي انت قال نجم مصري من العيار الثقيل. كل الدعم لمحمد صلاح ودعم الجماهير المصريه قبل اي حد. صلاح الموسم الماضي عمل موسم ولا اروع، كان هداف الدوري وافضل لاعب في انجلترا وحقق بصراحه القاب وجوائز لا تحصى ولا تعد، وكانت مفاجاه للجميع قبل ما تكون مفاجاه لصلاح نفسه. دي كانت اخر اخبارنا في الكوره، اخبار محليه واخبار عالميه، وطمناكم على الفريق الاول لكره القدم وقلت لكم انها هتبقى مباراه صعبه وان استهون بها او يستهون بها الاقليه، لكن هي مباراه تبقى صعبه للغايه الى ان يحسمها النادي الاهلي ان شاء الله بالثلاث نقاط عشان نستريح نوعا ما. نروح لفرق او الالعاب الاخرى بالنادي الاهلي. فرق ناشئات كرة السلة بالنادي الأهلي بتستعد للموسم الجديد بكل قوة، برضو تدعيمات وفترات إعداد. كابتن طارق خيري المدير الفني لكرة السلة بالنادي الأهلي بيعمل إيه في مع فريقه؟ هنشوف بعد قليل لو جبناه على التليفون هنشوف عمل فترة إعداد شكلها إيه، أو بيفكر في عمل إعداد فترة إعداد شكلها إيه. هيفكر يرفع الحمل البدني، هيفكر يخوض مباريات ودية مباريات دولية، يعني ممكن دولية اللي هو يلعبها يعني في بلاد تانية، هنشوف هيعمل ايه. لكن الكابتن طارق خيري اعتقد ان هو ماشي بالفريق ما شاء الله كويس جدا في الموسم الماضي، واعتقد كمان ان هم حققوا بطولات كبيرة جدا. معانا على التليفون ولا لسه يا جماعة؟ طيب معانا كابتن طارق. طيب لغاية لما طيب كابتن طارق خيري المدير الفني لكره السله بالنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا كابتن. خطفناك معلش. لا معلش تمام. ايه الاخبار؟ طمنا عليك وطمنا على فريقك. والله الحمد لله احنا عندنا مجموعه بتتمرن بقى لنا اسبوعين، ده الاسبوع الثاني اللي بيخلص ده. دي بدايه فتره الاعداد يا كابتن. نعم؟ بدايه فتره الاعداد. اه تمام، ده نهايه الاسبوع الثاني. احنا لحد دلوقتي فتره
ثلاث ارباع احمل في الجيم وجزء خفيف بره كده ما بين التراك ما بين نلعب كوره ما بين حاجات كلها حاجات بسيطه يعني. الاسبوع الجاي هنزود شويه. لا قول لي قول لي ما بين نلعب كوره دي يعني فهمها لي. كوره احنا بتاعنا بيحب يلعب كوره. الكوره الكوره بتاعتنا مش الكوره بتاعتكم. لحد دلوقتي ما دخلناش بس خالص. تمام. نلعب جيم ونطلع نعمل شويه ورم اب كده احماء والصالات وبتاع وبعدين نلعب جيم كوره. تمام. تمام دي الفتره اللي فاتت الاسبوعين بالشكل ده. حضرتك بتبقى حاطط فتره اعداد كام اسبوع يا كابتن؟ يعني 8 اسابيع انا شايف لسه الدوري ان شاء الله لسه قدامه في شهر 10 اعتقد. بالظبط احنا 6 اسابيع بس بندخل فيها جزء مهاري. انا ببقى عاكس فتره الاعداد شويه. اول ما ببدا في الاسبوع الثالث او من اخر الاسبوع الثالث ببدا اشتغل الجزء الخططي اللي من غير ديفنس. حلو. بعمل حاجه مختلفه شويه ان انا مش بدي جزء زي دايما يقول لك حتى في التربيه الرياضيه 70% بدني و30% مهاري والجزء اللي فات. انا بشتغل جزء من الالعاب الهجوميه بتاعتي في فتره الاعداد حفظ. هو انا اقول لك على حاجه يا كابتن طارق، انا شخصيا مش مؤمن بالثوابت. انا معاك خالص. يعني انا كمدير فني اشوف فتره اعداد اللي انا عملتها السنه اللي فاتت هل تقبلتها لاعباتي ما تقبلتهاش، ممكن اغير فيها حاجات. فانا مفيش ثوابت في الكره عموما. طبعاً كره سله كره طايره كره قدم. انا معاك يا كابتن. انا اللي حط اي برنامج لاي حاجه في الاخر شخص هايل بني ادم. هايل كلام محترم جدا. انا مقتنع ان انا كان زمان يعني كان في ناس مدربين كبار بيكلموني انت ازاي تبدا بالظبط الحاجات الهجوميه بدري. والله دي وجهه نظري. انا شايف ان الجيم ده ممكن يبقى ناجح بالنسبه لي بالظبط ان انا اشرح جزء المهاري بتاعي او جزء الخططي بتاعي بدري قوي في فتره الاعداد علشان لما اجي ادخل في الجزء اللي فيه ديفنس اشرح الاكسبشن ان يعني مثلا في حد بيدافع عليا بطريقه معينه ابدا اخرج منه ازاي. مش هاخد وقت بدل لسه حافظ. دي كانت وجهه نظري زمان. فانا دايما بشتغل بيها كده. بحط مثلا لعبه معينه اللعبه اللي ليها 7-8 اوبشن ابدا اعمل الدريلات على اللعبه. يعني اعمل اوبشن 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 لحد في الاخر ملضم الخمسه على بعض. او اللعبه كلها على بعض. دي بتبقى من الاسبوع الجاي بنبدا نشتغل برضو واحده واحده مع المهاري لحد ان شاء الله نكلم عمر اسبوعين هنبدا نشتغل بقى نعلي شويه الجزء الفني في الملعب لان انا وارد في شهر 9 يبقى عندنا حاجات. اكيد. يعني انا اسالك سؤال يا كابتن طارق، يعني امتى بتبدا تفكر تغير فكره اعدادك؟ هبدا بجزء فني، هبدا بجزء مهاري، هبدا بخططي، لا هزود الحاله البدنيه شويه، لا انا محتاج ان انا ازود الحاله الفنيه شويه، الحاله الخططيه شويه، امتى بتبدا تغير الفكر ده؟ لو انا بدي حاجات خططيه حديثه او حاجات كتير اجدد هبدا اشتغل. بس هي البدني ثابت عشان مش هنغير فيه. ده الاهم في فتره الاعداد الاولانيه. انما انا مفيش يعني صعب جدا تغير. بتعمل حاجه جديده اصلا مش موجوده. ان انت تدي جزء خطط بدري جدا في من بدايه الموسم دي اساسا ما حدش بيشتغل بيها. بالظبط. دايما كله بيبقى مركز في الجزء المهاري فقط مش الجزء الجماعي. منه جماعي ومنه مهاري حاجات كتير قوي. حتى بتعمل كيمياء بين الاولاد كل ما بيلعبوا تو مانز بلاي او ثلاثات دريلات هما بيحفظوا بعض. فانت كمان نميت الجزء الجماعي. تمام. يعني نسبة الاستيعاب يا كابتن طارق بتبقى نسبة كام لكام للمدير الفني وللاعب؟ لا بنسبة كبيرة. يعني أنا قادر أوصل لك سؤالي؟ يعني هي بتعتمد على مين أكتر؟ المدير الفني بيوصل أكتر ولا اللاعب المفروض يبقى نسبة استيعابه أكتر؟ لا الاثنين. أنا استيعابي أكتر ما أنا أوريدي حافظ. بالظبط. يعني أنا اللي بدي فأنا عارف. أنا عارف. بتبقى نسبة كام لكام؟ أصل أنا بسألك سؤال ده وهقول لك ليه دلوقتي حالا. مش فاهم. يعني ساعات بتكلم مع مدير الفنيين انا بحاول اربط. انت عارف ان انا يعني مرتبط بالكره اكتر كره القدم اكتر طبعا. فبحاول بتكلم مع مدير الفنيين يقول لي لا انا المفروض ان اللاعب يستوعب فكري، مع ان انا بشوف ان المدرب هو المفروض ان هو يفرض الفكر باستيعابه للاعب بتسهيله بقى بحبه بايا كانت طرقه كتير جدا. استوعب فكري دي فكره فاشله. هايل. انا تمام. لازم احط شغلي على الامكانيات اللي معايا. لو حاجتي اعلى من اللي موجودين فشلت وحاجتي اقل من الموجودين فشلت. ما شاء الله. حاجه اسمها انا بحط دماغي هنا او انا وجهه نظري بالشكل ده. ما فيش الكلام ده.
ده في جزء من اللعيب انت لازم تدردش معاه تحس بمدى استجابته للحاجه بالظبط بالظبط عشان تنجح. ما احنا في الاخر احنا واحد. يعني مثال مثلا انا مثلا مسكت او تجربه ليا مسكت نادي هليوك ما ينفعش ادي التكتيك اللي انا بديه في الاهلي بالظبط بالظبط يعني دي حاجه فري بسيطه جدا بعد في السنه الثالثه اديت السيستم كامل خلاص لو انا اديتك الحاجات الكتير قوي في الاول هارد لك الموضوع هتلعب على هبوط كلام انا مش مقتنع بوجهه نظر ان انا بحط وجهه نظري او السيستم بتاعي لازم هم يتاقلموا عليه غلط انا معاك انا معاك جدا كمان عشان كده بسالك السؤال ده مين حريف بقى عندك في الكوره يا كابتن مين امهر ما امهر اللعيب عندك في الكوره كره القدم مش كره السله عندي لا عندي لعيبه كتير عندنا عند ابو النصر لعيب كويس جمال كويس مودي الجرح لعيب كويس دايما اخش على القصيرين لعيب اخش على الطوال هارتك هم بيلعبوا لعبه ثانيه احنا لازم نعمل ماتش معاك يا كابتن بقى يعني جاهزين حبيبي يا كابتن ربنا معاك ان شاء الله وكل التوفيق ليك في الفتره اللي جايه فتره الاعداد ان شاء الله تنهيها على خير وان شاء الله تكون حاصد لكل البطولات اللي تشاركوا فيها باذن الله في الموسم المقبل. كابتن طارق خيري المدير الفني لكره السله شكرا جدا لحضرتك. يعني انا بصراحه بتبسط لما بناقش حد دماغه حلوه دماغه جميله وبيطور وبيطلع وبيقول لا انا عندي جديد وبدي العامل الفني والخططي قبل ما بدي العمل المهاري او العمل البدني يعني حاجات جميله جدا مفيش ثوابت في اي حاجه مفيش ثوابت في اي حاجه خصوصا الحاجات اللي بيحطها بني ادم يعني دايما كنا نيجي في الكوره كده اقول لك ايه مش عارف كام في المية بدني وكام في المية خططي وكام في المية مهاري هنلعب بطريقه مش عارف 4-4-2 اللي هي ما ينفعش تخرج عن اساسياتها مفيش الكلام ده خالص الكلام ده اتنسف من زمان كان يقول لك اصل لازم مش عارف تاخد راحه بعد التدريبات ومفيش راحه مش عارف سلبيه لا راحه ايجابيه لا راحه مش مفيش يا جماعه كلها عوامل نسبيه بتعرف انت المتطلبات بتاعت لعيبتك عامله ازاي في اي مجال كره سله كره طايره كره قدم شفتوا اسبانيا اتلتيكو مدريد شفتوا اللياقه البدنيه بتاعتهم كانت عامله ازاي شفتوا كانوا بيتعاملوا معاهم كمان في التدريبات البدنيه ازاي لو انتم متابعين يعني حاجه مهوله لغوا فكره اللياقه البدنيه في انديه كبيره جدا كان يقول لك لا نمشي مش عارف كام في الميه وكام في الميه خالص لغوا كل حاجه وادوا جرعات مكثفه من اللياقه البدنيه طالما الجسم بيستحمل اهلا وسهلا فدي عشان كده كانوا متفوقين في مع سيميوني في الدوري الاسباني وفضلوا متفوقين فتره كبيره باللياقه البدنيه لغايه لما الفرق الثانيه بدات تستوعب ان موضوع اللياقه البدنيه ده مش قران يعني مفيش ثوابت في اي حاجه مفيش ثوابت اساسا غير طبعا حاجات معينه يعني مش عايزين ندخل في دين. طيب تعالوا نطلع لفاصل نشوف فيه تقرير ونرجع لحضراتكم على طول. الاختبارات اللي بتتقام في كره السله سيدات احنا بنمر على الفروع المختلفه فرع الشيخ زايد وفرع الجزيره وفرع مدينه نصر. بننقي اللاعبات المميزات في الاعمار السنيه. سواء من حيث المهارة أو من حيث المقاومات البدنية الطول طول الدراعات كده وبنختارهم كلهم وبنجيبهم في فرع الجزيرة يتمرنوا فترة 15 يوم ل 10 أو 15 يوم مع الفرق في الفرع بتاع الجزيرة وبنتابعهم في التمارين وبعد ما بنتابعهم في التمارين بنحدد يوم بنطلع الكلام ده للنشاط الرياضي كابتن رؤوف وبيقدر هو يحدد لنا يوافق لنا على اليوم اللي احنا بنقدم فيه الاختبار. الاختبار بيتم الاختيارات في الاول بتتم مجموعه مدربين بيضم المدير الفني لكره السله سيدات مع مدير القطاع مع المدير الاداري لكره السله سيدات كابتن موسى علي ومع المدربين بنروح كلنا ونعمل لجنه ونختار من الفروع اللاعبات المميزات. بعد كده بنيجي في الاختبار بنعمل جمل مهاريه يعني جمله مهاريه بالنسبه لكل عمر سني حسب الامكانيات بتاعته يعني مش كل طبعا بتختلف من تحت 10 سنين ل 11 سنه ل 12 سنه بنعمل الاختبار ده مهاري وبدني وبنعمل النتيجه في الاخر كل يعني عايز اقول كل مثلا في اربع حكام الاربع حكام هو المدير الفني لقطاع السيدات مدير قطاع الاكاديميات كابتن طه الغنام مدير قطاع الناشئات ومدرب السن الذي يليه يعني لو 10 سنين اللي يقعد المدرب بتاع 11 سنه
والنتيجه في الاخر بنجمع الدرجات بتاع كل لعيبه ونحدد ال 15 او 20 لعيبه اللي احنا بنختارهم. طبعا اي حد في الدنيا يتمنى يلعب يمرن يعمل اي حاجه في النادي الاهلي، فطبعا دي كانت حاجه نفسي ارجع النادي بتاعي. وانا كنت حابه ان انا ابدا بما اني لسه مبطله ابدا مع فريق صغير، احاول اديلهم مهارات واعلمهم حاجات كتير قوي قبل الباسكت، حتى اعلمهم يعني ايه نادي الاهلي، يعني ايه التزام النادي الاهلي، يعني انك انت لابس فانيله النادي الاهلي، كل الكلام ده. فانا فعلا كنت حابه جدا كده، الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا كرم باللي انا عاوزاه، ولسه اهو ببدا معاهم، هم لسه صغيرين، فخطوه خطوه ان شاء الله. السن ده برضو عايزين يحطوا كوره في الباسكت بسرعه، اهم حاجه ان نجيب باسكت. ودلوقتي احنا بقى عندنا مشكله في مصر ان اللعيبه ما عندهاش مهارات كافيه، والحاجات دي اتلغت خالص، ما بقتش في دماغهم كل لعيب عايز يجيب باسكت ازاي. فانك انت تفهمهم ان لا، في حاجات كتير جدا في كره السله غير ان انا اجيب الكوره احطها في الباسكت يعني. ولازم يفهموا، يعني ما ينفعش اعمل معاهم ان هم صغيرين، لا هو التمرين كده، لا انا لازم بحاول ان انا اقرب وافهم وشويه اشد وشويه لا وشويه. فهو الموضوع طبعا محتاج تفكير فظيع يعني. اهلا بحضراتكم من جديد، ده كان تقرير مع كابتن نبيل بخيت رئيس قطاع الناشئات بالسله بالنادي الاهلي عن الموسم الجديد. وكمان كانت النجمة علياء محمود دي مشرف فريق كرة السلة 11 سنة بالنادي الأهلي. طيب نروح لدورة الألعاب الأفريقية للشباب. حضراتكم عارفين أن دورة الألعاب الأفريقية للشباب في بعثة من مصر ما شاء الله مكونة من 372 فرد، منهم 269 لاعب ولاعبة. تعالوا أقول لكم الأرقام أو الميداليات اللي احنا حصلنا عليها النهارده. حصدت بعثه الجمباز المصري المشاركه في دوره الالعاب الافريقيه للشباب والمقامه حاليا بالجزائر اليوم على 8 ميداليات متنوعه، 4 ميداليات ذهب ما شاء الله، و2 فضه و2 برونز. حصل اللاعب عبد الرحمن عبد الحليم على ذهبيه الحركات الارضيه وبرونزيه حصان الحلق، واللاعب زياد خاطر ذهبيه حصان الحلق والحلق، واللاعب محمد مختار فضيه الحلق، واللاعبه جنى ابراهيم ذهبيه المتوازي، واللاعبة مي حازم فضية المتوازي، واللاعبة نغم أيمن برونزية حصان القفص. وبذلك يرفع الجمباز رصيد ميدالياته في نهائيات الأجهزة للفني بنين وبنات إلى 9 ميداليات ذهب ما شاء الله، و3 فضة و2 برونز، حاجة جميلة جدا. حقق المصري عوني عبد الغني ميداليتين ذهبيتين وفضية في منافسات رفع الأثقال، وتوجت أمل موسى لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال بميداليتين ذهبيتين في منافسات النطر والمجموع في وزن 53 كيلو جرام، وحققت أيضا ذهبية الخطف. وتشارك مصر زي ما قلت لحضراتكم في هذه الدورة ببعثة مكونة من 372 فرد، منهم 269 لاعب، وطبعا باقي أجهزة فنية وطبية وإدارية. لاعب ولاعبة يتنافسون في ألعاب القوة والسباحة والتايكوندو ورفع الأثقال والريشة الطائرة وكرة السلة وكرة الطائرة والملاكمة والجودو والتجديف والسلاح والتنس وتنس الطاولة والدراجات والثلاثي والكاراتيه والقوس والسهم وكرة اليد والكياك والكونغو فو والشراع والانزلاق على الماء والفروسية والرماية والمصارعة والجمباز كرة السرعة والكرة الحديدية. يعني ما شاء الله حاجات كتيرة جدا، ألعاب كتيرة جدا لكن ماشيين فيها كويس، ميداليات ذهب وفضه وبرونز، حاجات جميله جدا. ان شاء الله كل التوفيق لبعثه مصر في هذه البطوله، بطوله الالعاب الافريقيه للشباب والمقامه في الجزائر. دي كانت فقرتنا الاولى مع حضراتكم، استعرضنا فيها مع حضراتكم كل الاخبار عن النادي الاهلي. بفكركم مره ثانيه، وكمان كانت مداخله الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، كانت مكالمه او مداخله في غايه في الاهميه، اتكلم فيها في نقاط. هو دايما بيتكلم في نقاط لكن النقاط بتحمل نقاط كتير جدا، اكيد انتوا كمستمعين او مشاهدين بداتوا تفهموا كل حاجه، بتفهموا اللي بين السطور. هو النادي الاهلي دايما كده، حتى المتحدث الرسمي كمان دايما كده، كل الاشكال في النادي الاهلي دايما هتقول لك كلام مختصر جدا لكن كلام مهم جدا، وفي او بين طياته كلمات كتيره جدا. اعتقد المشجع الاهلاوي او المستمع او المتفرج الاهلاوي خلاص بدا يعرف اسلوب وسياسه واداره النادي الاهلي.
نطلع فاصل عشان نستقبل النجم ياسر ريان لاعب الأهلي أصلا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني احنا متعودين مع حضراتكم ان احنا نجيب لكم كل يوم نجم اهلاوي عشان كمان يطمنكم من خلاله على كل حاجه بتحصل في فريق الكره كمان, ونشوف كمان من خلال خبراته اللي عنده شكل الماتش شافه ازاي, شاف سلبيات الماتش ازاي, ايجاباته ايه, الماتش اللي جاي ممكن نتكلم عليه ازاي. معايا النهارده النجم الكبير الكابتن ياسر ريان نجم مصر ونجم النادي الاهلي, منورنا ومشرفنا. اهلا بيك يا كابتن ميدو, وحشنا والله. وانت كمان بقى لفتره مش موجود في قناه الاهلي. انت تيجي بيتك اي وقت. خليك ربنا يكرمك. كله تمام الحمد لله. يعني الاول اسالك بقى على فريقك الجديد اللي هو سيدي سالم في كفر الشيخ. فريق سيدي سالم هو صعد من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه اللي هي الممتاز بها حاليا. فريق يعني احنا الحمد لله في رئيس النادي طبعا, او نقول الاول سياده المحافظ اللي هو السيد نصر طبعا ليه الشكر والتقدير, وفعلا يعني تدعيم مش طبيعي سواء لينا او لنادي كفر الشيخ, وده حاجه بامانه تحتسب للناس المحافظين اللي بيبقوا عايزين بيحبوا الرياضه يعني. تمام. عندنا الاستاذ المستشار سيد مغازي رئيس النادي, في عندنا الاستاذ محمود عمران امين السندول, الاستاذ علي عويضه المشرف عام على الكوره, مع جهاز فني يعني معاه كابتن نصر عبد الظاهر ده مدرب عام من عندنا من النادي الاهلي من قطاع الناشئين من النادي الاهلي, معاه كابتن حسني سلامه ده مدرب عام من البلد من سيدي سالم, معايا كابتن سعيد العيسوي, معايا كابتن جابر, معايا كابتن مصباح, معايا ناس بمفهوم العمال يعني. انا طبعا بشكرهم, وحتى يعني الكل عايز زي ما بيقولوا على ايد رجل واحد اللي احنا نعمل حاجه ان شاء الله في الممتاز به. تمام. اشتغلنا كويس الحمد لله, بقى انا لعبت حوالي 4 ماتشات وديه او 5 مباريات, لعبت النصر للتعدين كسبت الحمد لله 3-0, لعبت افس مصر كسبتهم 1-0, لعبت فرقه اسمها ابيس في الدرجه يعني اقل في المستوى كسبتهم 3, لعبت بلطيمي تعادلت معاها, لعبت فرقه اسمها اللين كسبتها 3-0, ولعبت فرقه دسو يعني انا كسبت فرقه دسو 2-1. الحمد لله النتائج بالنسبه لي الحمد لله ايجابيه ومطمئنه للفرقه تماما يعني. يعني تجربه كانت جديده بالنسبه لك؟ لا هي مش اول تجربه على فكره اشتغل فيها في الممتاز به. انا اشتغلت قبل كده في نادي اسمه جاسكو وقعدت معاه فتره, وطبعا انت عارف ظروف البلد فالتلات فرق من قطاع البترول كانوا كتير, وبعد كده رجعت القطاع الناشئين عندنا في النادي, ولما جالي فرصه من خلال اصدقائي اللي موجودين على الساحه قلت برضو تجربه, برضو لازم اخد تجربه ثانيه بقى لفتره طويله جدا مش على الساحه, فبرضو عايز ابقى موجود يعني قطاع الناشئين. طبعا انا بشكر الكابتن فتحي مبروك بامانه ولجنه الكره من خلال قناه الاهلي, يعني كنت اتمنى ان ابقى موجود في مع في قطاع الناشئين, والناس كانت مرحبه جدا وكان اسمي متردد وكنت موجود, بس انا اعتذرت طبعا. كنت موجود بالفعل. اعتذرت طبعا للكابتن فتحي مبروك اللي برضه لوجودي او يعني الفتره اللي الكابتن فتحي كان ابقى موجود او مش موجود, برضه ما كنتش هينفع اعتذر للفريق اللي انا موجود معاه, وفي نفس الوقت برضه استرلت الحمد لله استخاره واستشرت ناس كتير, لقيت الوضع بالنسبه لي قطاع الناشئين ده بيتي وفي اي وقت ان شاء الله ابقى تحت امره, بس دي خطوه برضه لينا كلاعب النادي الاهلي. انت عايز تثبت ذاتك في مجال التدريب طبعا عشان انت عارف برضه كل ما انت بتطلع بره كل ما انت بتاخد تجارب برضه كل ما انت بترجع برضه بتفيد النادي الاهلي, فالنادي الاهلي ده بيتنا وفي اي وقت احنا لنا الشرف اللي احنا اللي الناس بتاخدنا والانداب بتختارنا اللي احنا لعبت النادي الاهلي. احنا متعبين بره ولنا طلبات بره حتى لو النادي امكانياته قليله, والناس بتبقى يعني الحمد لله الناس بتستحملنا. يعني سياده المحافظ السيد نصر بامانه مدعمني تدعيم مش طبيعي, هو فريق بيلعب في الدرجه الثانيه في الممتاز بيه معايا المنصوره والرجاء وطنطا ومجموعه قويه جدا, هو لسه صاعد حديث الممتاز بيه الحمد لله. تمام. التدعيم جاي من سياده المحافظ بامانه, مش بكلم رياء ولا نفاق, لا تدعيم مش طبيعي ليا وفريق كفر الشيخ. عملت معسكر في الاكاديميه البحريه
ورجع تاني ان شاء الله يوم الاثنين برضه معسكر الاكاديميه البحريه. جميل. مجلس الاداره نفسه بيدعم برضه بامانه المستشار السيد موازي. يعني انا مش عايز اقول لك انا اكن انا في منظومه النادي الاهلي بس على مصغره شويه على حدود الامكانيات. على حدود الامكانيات اللي متوفره ما فيش حد بيقول لي لا. يعني انا عامل حاجات كويسه قوي في اللائحه الناس ما اعترضتش عليها، عامل مكافآت كويسه للفريق عندي ما اعترضوش عليها. امكانيات كويسه بالنسبه للممتاز بيه. كويس ان يبقى في فرقتين في بلد واحده يا كابتن ياسر. يعني انا شايف اهتمام السيد محافظ حضرتك بتقول اللواء سيد نصر السيد نصر شايف ان يبقى في عنده فرقتين ويدعمهم عشان فرقه تطلع ايا كانت ايا كان بالظبط. شايف انها حاجه كويسه جدا. احنا عايزين نرجع برضو احنا اللي كنا الوزير والمحافظ وسياده الرئيس فتحي السيسي كل الناس. يعني انا شايف الاتجاه في الرياضه اتجاه مهم جدا. واتجاه انت عارف الرياضه مهمه وكره القدم بالذات بوجه خاص بتبقى محبه للناس في مصر. أكيد. والناس بتبقى مهتميه بيها. التجربه اللي انا واخدها ممكن ناس يقول لك الفريق ده فين وبيلعب ايه كل ده طبيعي اللي احنا بنسال. انا نفسي سالت اول ما رحت، لكن لما لقيت قابلت سياده المحافظ يعني مش عايز اقول لك شبه يوميا انا ببقى موجود عنده. ولو في اي حاجه متطلبات بطلبها ما بتاخرش عليا ولا على فريق برضه بامانه. يعني جميل. هو بيدعم كفر الشيخ اولا والنادي سيدي سالم سالم المحافظ السيد ناصر جدا جدا متفاهم وبيبقى اي حاجه. يعني ما بقعد معاه في اي حاجه اي مناقشه بيتكلم فيها يقول لك اهم حاجه الناس عايزه ايه مش هو عاوز ايه، وده حاجه برضه احتسب له. الناس يعني ما بيجي يقعد سواء رئيس حي او اي حد غير الرياضه برضه اول كلمه بيقولها انا يهمني الناس تبقى مبسوط. انا الراي العام بيقول ايه. فحتى معانا الرياضه يعني انا مثلا لو اي مدير فني ممكن يقول لك انا عايز اخرج العب في كفر الشيخ هو مش هيعترض. بس هو يهمه اهل سيدي سالم اللي هم يتفرجوا على فرقهم، وده حقهم. وانا برضه حقهم برضه عليا اللي اهل بلدهم يتفرجوا على فرقتهم وده واجب عليا. فده اللي احنا بنتواصل بيه اللي يبقى منظومه الكره ومنظومه الرياضه ترجع تاني بالشكل اللي احنا كنا شايفينه ويتلاقى معانا ان شاء الله. هو مركز يا كابتن ياسر او بلد؟ مركز سيدي سالم ده مركز زي مركز كفر الشيخ عشان نعرف الناس طبعا. ايوه في بلطيم في كفر الشيخ كل دي مراكز. في سيدي سالم، وسيدي سالم على فكره بلد منتجه. يعني مش بلد صغيره، بلد منتجه قوي في كفر الشيخ. من بلاد اللي هي المنتجه. انت تلاقي الجمهور بيشجع بدمه جدا. وبرضو عندنا برضو ممكن تلعب مباراه ما يعجبهمش الاداء زي عندنا احنا في جمهور النادي الاهلي بقى نلعب كويس والنتيجه ما تبقاش ايجابيه بالنسبه لنا ما بقوش مبسوطين. تكسب والاداء مش كويس برضو الناس بيحبوا الكوره. اكيد الكوره مفهومها واحد في العالم كله. والملعب ايه شكله بقى كتير؟ الملعب احنا عندنا الملعب نجيله صناعي مش طبيعي. بس انا ان شاء الله باذن الله كل مباراه هنلعبها بره ملعبي. استاذنت طبعا اداره النادي واستاذنت سياده المحافظ اللي احنا اي ملعب بره في كفر الشيخ استاد كفر الشيخ ملعب اي ملعب يكون فيه نجيله طبيعي هيفرق معايا انا في الملعب عشان ما اروح العب اول ماتش ليا هلعب بلديه المحل فطبيعي ان انا العب على ملعب يكون نجيله طبيعي. تمام. يعني مش عارف ايه انطباعك عن النجيله الصناعي وهل هي هتخدمك ولا مش هتخدمك؟ بس خلينا نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم ياسر ريان في موضوع النجيله الصناعي. اهلا بحضراتكم من جديد مستمرين معاكم في الاهلي في كل مكان، ومعايا النجم الكبير نجم مصر نجم النادي الاهلي والمدير الفني لفريق سيدي سالم الكابتن ياسر ريان. اهلا وسهلا بك كابتن مره ثانيه. كنا بنتكلم في النجيل الصناعي وهل هو مفيد للعيبه ولا مضر، وهل هو يساعدك انت ان انا كنادي مثلا بتمرن على النجيل طبيعي باجي العب على النجيل الصناعي مش هبقى حافظ الدنيا زي فرقتك. بالظبط. هي رقم واحد ما فيش شك النجيله الصناعيه هي مش هتبقى عمرها تبقى زي الطبيعي. النجيله الطبيعي مهما كان برضه حتى في الاصابات بتبقى اقل. الكره بتبقى مشيتها الطبيعيه في الكره وانت لاعب كره وعارف بتبقى اسهل الطبيعي. لكن النجيله الصناعي هي برضه بحاجه بتعيش فترات طويله وبتبقى بتدي مدى طويل في العمر في النجيله وبتبقى صيانتها مش زي صيانه النجيله الطبيعي. لكن هو طبعا ما فيش شك النجيله الطبيعي يعني لا يعلى عليها يعني. بس خلاص ده امر واقع وموجوده قدامنا وبنشتغل على هذا الاساس برضه. عشان كده احنا بنحاول يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله بعد ما ارجع من اسكندريه احاول العب عليها ماتشات كتير على اساس اللعيب يبقى برضه واخد عليها بشكل تلقائي يعني. اكيد. ملعب كبير يا كابتن ولا ملعب صغير؟ انا ملعب كويس كويس جدا وفي مدرجات دلوقتي سياده المحافظ دعمنا دلوقتي بنعمل مدرج محترم فيه وبنعمل انشاءات كويسه يعني عارف برضه. خلي بالك الموضوع هناك مضغوطين على طول يلعبوا في دوري وبيشتغلوا في الانشاءات والبنيه الاساسيه حاجات كتير قوي
عشان يبقوا موجودين بشكل انت عارف لجنه الحكام بتيجي الاول تبص على او لجنه المسابقات بتيجي تبص تشوف الملعب يليق ولا لا، مناسب ولا لا، الاوض موجوده، لازم يبقى في كشف. فهم دلوقتي انت عارف والماتش واول ماتش لينا يوم 9/8، فلازم الامور تبقى متواجده على طول ان شاء الله. طيب انت كلمتني كتير على سياده المحافظ، يعني شوقتني ان انا اكلمه بصراحه. يعني معايا على التليفون السيد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ. اهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا بيك كابتن ميدو، اهلا بكابتن ياسر، استاذ ضيوف، اهلا بيكم وسط البرنامج والساده المشاهدين كلهم. في البدايه يعني كل سنه وحضرتك طيب ودايما بخير ومنورني في قناه الاهلي. ربنا يكرمك وانت طيب يا باشا، الله يخليك وتحرمش. في الحقيقه كابتن ياسر عمال يتكلم يعني بطريقه يعني خليتني انا بقى متشوق ان انا اكلمك واعرف من حضرتك، يعني بالرغم من ال 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 الشغل الشاغل بتاع حضرتك السياسي في المقام الاول، لكن حضرتك بتولي الرياضه جزء كبير من اهتمامات حضرتك. طبعا الرياضه ده جزء اساسي في حياه مصر كلها، مش في كفر الشيخ بس. جميل. في كفر الشيخ الحمد لله احنا يمكن عندنا فريق كفر الشيخ وصعد السنه دي فريق سيدي سالم، وموجود معانا كابتن من الكباتن العظام اللي احنا بنفتخر بيهم وبنفتخر بلمساتهم في النادي الاهلي وفي الفريق القومي. ان شاء الله يكون اضافه كبيره لفريق سيدي سالم ويكون حاجه كويسه لينا هنا في محافظه كفر الشيخ، وان شاء الله يكون فريق كفر الشيخ وسيدي سالم ان شاء الله يكون فرس الرهان ان شاء الله في الدوري المقبل في الموسم القادم ان شاء الله يبتدي في 9/8 تقريبا يعني. ان شاء الله. يعني اكيد انا كنت اسال حضرتك السؤال ده يا فندم، ان حضرتك يبقى عندك ناديين، نادي كفر الشيخ ونادي سيد سالم، وحضرتك بتولي الاهتمام للناديين، اعتقد ان هو بيبقى حمل، بس حمل جميل. حضرتك عايز اي فريق يطلع يمثل محافظه كفر الشيخ في الدوري الممتاز؟ ان شاء الله فريق من كفر الشيخ كل سنه ان شاء الله هيطلع فريق من كفر الشيخ ان شاء الله يطلع الدوري الممتاز، وكل سنه ان شاء الله هينضاف للدوري الممتاز بفريق من كفر الشيخ ان شاء الله. هيبقى في مجموعه فرق في كفر الشيخ، هتبقى كفر الشيخ مليئه بالموهوبين ومليئه باللعيبه المحترمين. كفر الشيخ صدرت لعيبه كبيره اكيد موجوده في من عندنا كابتن حسام غالي اكيد يعني في عندنا تريزيجيه، في عندنا محمد عامر، كابتن عامر عندنا لعيبه كبيره ان شاء الله. كفر الشيخ تكون ولاده للعيبه الموهوبين ان شاء الله في الفتره اللي جايه، واحنا بنعمل استعداد كبير لان احنا نستقبل كل النجوم ديت، وان احنا يبقى عندنا مصنع للنجوم ان شاء الله. هتكون كفر الشيخ هتكون نموذج ان شاء الله لمحافظات مصر كلها ان شاء الله. يا رب يا فندم. اكيد الكابتن ياسر بقى عايز يكلم حضرتك عشان يشكرك كمان. انا طبعا بشكر سيادتك من خلال قناه الاهلي. اشكرك بامانه يعني، وتدام سيادتك لينا ولنادي كفر الشيخ دي حاجه بتشرفنا، وانا جدا سعيد جدا جدا بامانه، اللي انا حتى لما بكون حاجه مضايقاني باجي اقعد مع حضرتك شويه في المكتب، دي بتريح نفسيا مش اكتر والله بامانه يعني. لا كابتن ياسر ده انت اضافه كبيره وفخر لمحافظه كفر الشيخ والفريق سيدي سالم بصفه خاصه، ان شاء الله تكون اضافه كبيره لينا، وان شاء الله تكون فرس الرهان ان شاء الله. يعني انا متابع التدريبات عند حضرتك ومتابع اللعيبه اللي انت بتضمها وحاجه جميله، وان شاء الله احنا موجودين ومساندين لكم بقوه ان شاء الله علشان نكون فرق. احنا مش داخلين علشان نبقى ضيوف شرف، لا احنا داخلين علشان ننافس وعلشان يعني نصعد للقمه ان شاء الله، وكلنا دور ان شاء الله في كل سنه نبقى عندنا فريق في الممتاز ان شاء الله. احنا فريق، احنا محافظه اللي فيها جمهور، محافظه جماهيريه فيها جمهور وفيها ناس بتعشق الرياضه بتعشق اللعيبه. أكيد. أكيد. انا يمكن لمست منهم ولمست من تصرفاتهم وتشجيعهم وحبهم للكوره ان شاء الله. احنا نكون اضافه، وحضرتك هتكون قائد للمنظومه في سيدي سالم وفي كفر الشيخ ان شاء الله، تكون اضافه كبيره لينا ان شاء الله. كابتن ياسر وانت شرفت ونورت كفر الشيخ وكفر الشيخ تشرف بحضرتك. شكرا يا سياده اللواء. شكرا والله يا فندم. انا مبسوط جدا يعني بصراحه ان انا
بتواصل مع حضرتك في قناه الاهلي، يعني حاجه جميله جدا ونموذج جميل جدا بالرغم من المشاغل السياسيه والسياسيه الهامه جدا اللي بتمر بها البلد في الاوقات دي تحديدا، لكن حضرتك بتلاقي وقت تهتم بيه الرياضه لمعرفه قيمه الرياضه عند حضرتك، واكيد حضرتك عارف قيمه الرياضه للمواطن العادي، فاكيد كمان حاجه جميله جدا لما يبقى راجل بحجم حضرتك وعنده مشاغل سياسيه وكمان بتولي جزء كبير من اهتماماتك للرياضه المصريه. انا بشكرك جدا سياده المحافظ اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخله، حاجه جميله بصراحه. ده حقيقي والله يا ميدو، راجل جميل قوي جدا والله، انت مش متخيل يعني مش ما اقول لك سياسيا ورياضيا الاثنين، وانا ما بروح اقعد معاه في المكتب، أعضاء مجلس الشعب، أي حد، ناس معاقين، ثانوية عامة، ما بيقولش حد لا. أنا جالي التمرين على فكرة، يعني أنت تخيل سيادة المحافظ جالي التمرين، نتفرج على التمرين، قعد فترة يعني يوم كامل متواجد معايا، ده دليل هو حبا للكرة وحب كرة القدم وعارف وعشق الرياضة. مهمة جدا يا كابتن ياسر، الرياضة مهمة جدا، وكمان أكيد كفر الشيخ نفسهم فريق من عندهم يطلع بلد كبيرة، بلد كانت ولادة بالنجوم زي ما قال آخر سنة السنة اللي فاتت كمان كانت بتنافس لولا الظروف مثلا، يعني مدعم بشكل مش طبيعي بالظبط بأمانة يعني بالظبط بالظبط. فأنا بشكره بصراحة وكويس إن أنت يعني بصراحة عرفتنا على بعض، لازم الناس اللي زي سيادة المحافظ أي حد بيحب الحاجة اللي زي كده لازم نساعده اللي يبقى متواجد معانا. في يعني في حد يقول لك أنا عندي مشاغلي والدنيا وأنتوا شايفين، لكن بصراحة ده النموذج المطلوب. تمام، بقول لك والله مش رياضيا بس. انا بقول لك يعني لو يقدر هو عايز يسال الجمهور او بلد كفر الشيخ عايز يسعد، حتى لاحظ من كلامه بيحب، هو عايز حاجه كويسه، عايز يعني ما بقعد معاه يقول لك انا عايز كفر الشيخ ده تبقى احسن محافظه في مصر كلها. أكيد. كل حاجه. أكيد. كل حاجه حتى المنشات بتاعتها تلاقيه بيهتم بيها. انا بقعد معاه في وفوات كتير يا ميدو والله الاقيه اي حد داخل يقول له اللي اهم حاجه عندي الناس تبقى مبسوطه. شوف تخيل. أكيد. يعني يقول لك اهم حاجه الناس عايزه ايه، مش انا عايز ايه او انتوا عايزين ايه كنواب كمان. يعني اللي جاي له في مشكله يقول لك اهم حاجه، انا بسيبك تقعد على الترابيز، يقول لهم كده انا بسمعه واسمعه والله بقعد، بس الناس اهم حاجه راحت الناس. وده حاجه كويسه. اكيد نموذج جميل ونموذج مشرف، هو ده النموذج المطلوب في الحياه السياسيه والحياه الرياضيه وكل مناحي الحياه بصراحه. مش عندنا مشغوليات سياسيه يبقى نسيب الحاجات الثانيه الرياضيه، جزء اصلا جزء كبير من جزء الدوله، جزء مهم وجزء مهم. تعالى عايز تتكلم ثاني على فرقتك في حاجه؟ لا 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 بس تمام، يعني ان شاء الله كل التوفيق وان شاء الله نسمع ان فريق سيد سالم او كفر الشيخ اتمنى ان شاء الله يعني عشان بقى سياده المحافظ كمان. انا عارف انت طبعا نفسك تصعد بفرقتك، لكن عشان سياده المحافظ نقول ان شاء الله احنا النادي الاهلي كده ما اي فرقه يعني تصعد من كفر الشيخ تبقى ممثل جميل لكفر الشيخ، محافظه كبيره. تعالى شفنا مباراه الاهلي وتاون شيب البتسواني وعرضوا لك اهداف كده، طيب ادي لك هدف كده المريخ السوداني كان يا جماعه حاجه جميله. ياسر ريان احمد، ده احمد بيتفرج على الحاجات دي، يا ريت يقتنع بس بينا. احمد حاجه جميله برضه يعني مش عايزين ننساه. ايه اخباره، طمنا عليه. الحمد لله موجود مع النادي الاهلي، وانت عارف الحته اللي هو يلعب او ما يلعبش دي وجهه نظر فنيه، وما بحبش ادخل لا يعني سيبه انا سايبه براحته، احنا ما تعرضنا لا انا سايبه براحته يبقى موجود او عايز ياخد فرصه بره او كان جاله عقود احتراف وجاله عقود هنا كتير قوي يعني. انا جاله نادي سموحه، جاله الجونه، جاله ام بي، جاله نجوم المستقبل، جاله طلع الجيش، كل دولت يعني من خلال الوكيل بتاعه، من خلال يعني خلال وكيله كابتن نادر شوقي، ومن خلالي انا كمان كان في ناس بتصل بي، بس انا سايب الموضوع اولا واخيرا للنادي الاهلي. هو تمسك الاهلي بيه، تمسك الاهلي بيه بيدل ان هو يعني مش بالظبط عندك لعيبه كتير بتطلع، لكن انا مش عايز اطلع، انا عايزه اكيد احتاجه. والله يا ميدو انا بالنسبه لي انا ما بحبش، انت عارف هو اولا النادي الاهلي رقم واحد بالنسبه لاحمد. جميل. رقم اثنين اللي هو عايزه هو واللي هو شايفه. انا ما بتدخلش في الحاجات اللي زي دي، ليه برضه؟ ممكن اقول له حاجه انصحه بحاجه وممكن تضره. انا ببقى انا كاب ببقى عايزه احسن حاجه ليه، لكن هو احسن حاجه ليه انا بقول للنادي الاهلي وجوده جوه. لكن هو لو وجوده في النادي الاهلي ممكن مش هيبقى له فرصه اللي هو يلعب، لا هو برضه فرصه اللي ياخد فرصه بره، اللي هو برضه هيجي في يوم من الايام يبقى هو حابب يرجع النادي. انا معاك جدا، بس برضه في الاول وفي الاخر القرار بيرجع للجهاز الفني اكيد. وانا شايف ان باتريس كالدرون بصراحه بيخلي الناس اللي هو محتاجها فعلا. اصل بص يا كابتن ميدو القايمه 25 انا بقولها، حتى انا في فرقتي لازم عندي اربع او خمس لعيبه اللي هم تحت السن، ليه؟ ما بتبقى 25 في مشاكل بتقابلني في الاصابات بالظبط، انذارات بالظبط، فما عنديش بديل. وانت شايف السنه اللي فاتت النادي الاهلي كانت القايمه 30 وبرده لعبوا مجموعه من الناشئين، فبرده الصالح العام للنادي الاهلي هو شايفه اكتر يعني. اكيد اكيد ان شاء الله ربنا يكتب له الخير ان شاء الله باذن الله. تعالى اقول لك، خلينا نروح للمباراه اللي جايه.
ايه اللي شفته في المباراه اللي فاتت يخوفك من المباراه اللي جايه قبل ما اقول لك انت متفائل بايه؟ بص اقول لك على حاجه، احنا الحمد لله قلت لك النادي الاهلي عموما احنا ما عندناش حاجه اسمها ياس. اكيد هي البطوله احنا لازم برضو لازم احنا عارفين البطوله صعبه علينا، وخاصه ان نتائجنا كانت في الماتشات الاولانيه كانت مش معانا مناسبه لينا يعني كنادي اهلي، بس او الظروف ما كانتش مساعدانا. الماتش اللي فات ده انا ماتش بالنسبه لي كان مهم ان انا اكسب. إيه مش كل حاجه هيقابلني لازم عايز مكسب واداء. يعني انا شفت لا انا شايف النادي الاهلي اول حاجه اللي احنا عايزين نكسب بالظبط. وكنت كمان بعيد عن المباريات وحضرت المباريات فتره طويله، اللعبه مأجزه وكانت في لعيبه كانت موجوده في كاس العالم وما شاركتش بشكل اساسي، كل ده برضو كانت يعني ظروف. لكن انا كان يهمني الماتش اللي فات انا اكسب، والحمد لله كسبنا بشكل كويس وبنتيجه كويسه، وبتلعب فرقه ده الدوري بتاعها شغال يعني رجليهم في الملعب. وبالظبط وبلعب في فرقه في بتعتبر بتمثل بلدها في افريقيا، فرقه لازم بالزبط تحترم. بالزبط اللي انا اكسبها ده طبيعي اللي انا اكسبها. النادي الاهلي طبيعي اللي هو طبيعي النادي الاهلي ياخد بطوله، طبيعي النادي الاهلي يوصل النهائي. لكن الظروف ما كانتش الفتره الاخيره ممكن ما كانتش كانت مساعدانا مع الجهاز الفني طبعا كابتن حسام بدري، ويشكر برده الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي عمل موسم جميل جدا وموسم برضو يليق باسم نادي الاهلي. الفتره اللي جايه المباراه احنا المفروض المباراه كل مباراه ايا كان على سواء لازم نخلي بالنا منها. الماتش اللي من جاي ايه بقى؟ من ايه؟ انا اقلق من 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 خبراتك انت. انا اقلق احنا كسبانين هنا يعني لو انت مع كالتيرون هتقول له خلي بالك من ايه؟ لا اولا الفرق اللي زي دي بتبقى هي المركز الرابع معانا في المجموعه. اعتقد المركز الرابع اقول لك ترتيب الفرق عشان نفكر الساده المشاهدين. احنا عندنا الترجي، عندنا الاهلي، كامبالا سيتي، تاون شيب، دول الاربع فرق بالترتيب زي ما قلتهم لحضراتكم. الترجي الرياضي عنده 7 نقاط بيحتل بيهم المركز الاول، والاهلي المصري عنده 4 نقاط بيحتل بيهم المركز الثاني، وكامبالا سيتي الاوغندي عنده 3 نقاط بيحتل بيهم المركز الثالث، وتاون شيب البتسواني عنده 3 نقاط بيحتل بيهم المركز الرابع. بص يعني مش تقليلا فيهم، هم كالمستوى الافريقي ما همش يقلقونا، لكن احنا عامه بره ملعبنا بتبقى المباراه صعبه شويه. المفاجات الافريقيه المفاجات والجمهور بقى موجود، وهتلاقي الحكام ممكن يبقوا عليك شويه. خبرات لعبت النادي الاهلي في مباراه زي دي انا عايز ال3 بونت، عايز ازاي ال3 بونت؟ انا مش عايز اكسب زي ما كسبت هنا 3 واكسب 2، لا انا يهمني في الاول وفي الاخر اخد ال3 بونت. الماتش بالنسبه لي هناك يعني مباراة صعبة جدا، وخاصة أنا بلعب على الوقت الترجي التونسي معايا، معانا كامبال سيتي ده برضو من ضمن الفرق اللي هي بتنافسني بالظبط، وأنا بياخد كده كده أول وتاني بالظبط. فكل ما هيضيع من نقطة أو بونت هيأثر عليا مع المجموعة، وخاصة في فرق لابد لازم ناخد منها 3 بونت، لابد مش تقليلا فيهم، بس أنا كنادي أهلي وتاريخ والإمكانيات الفنية والمادية كمان قدام أمر واقع وقدام أمر واقع، واللعيبه عارفه الظروف معانا صعبه بالظبط. فاي نقطه او باي بونت هيروح مننا ده بتسبب لنا مشكله قدام، ليه انا لعب الترجي ارجع لعب كامبالا سيتي، الامور مش هتبقى سهله علينا. فلعيبه النادي الاهلي انا اعتقد الامور هتبقى بالنسبه لهم عارفين حساسيه الماتش اللي جاي، عارفين ان انت كسبت المباراه دي 3، مش معنى ان انا اكسب 3 لكن انا هروح برضه اكسب 3 او اكسب، لا المباراه تبقى صعبه. هم يعني اقل عندهم خط هو خط الدفاع، تمام، يعني اقل خط عندهم هو خط الدفاع، تمام. واعتقد يعني المجموعه هم بيعتمدوا على جزء مهاري شويه. انا اتفرجت على الماتش كويس. طيب انت قلت الكلام ده بناء على رؤيتك بقى للماتش الاولاني اللي هو عايز تتكلم فيه دلوقتي. اتفضل. فبالنسبه لي ما انا هو الماتش ده مرتبط بالماتش اللي جاي، انا بعتبر ده شوط اول. انا لعبته هنا الشوط الاولاني ده بالنسبه لي انا كسبت فيه، شفت سلبياته شفت ايجابياته. أيوة. ايجابياته رقم واحد انا كسبت. تاني حاجه اللي الناس كانت بتتكلم بالاداء، لا الاداء كده كده مع الوقت هيتحسن، الكيرف بتاعه بيبدا يعلى وبعد كده بيبدا هو الوقت لسه في العلو بتاعه. اللعيبه الفريق الافريقي بيعتمد على النواحي الفرديه اكتر من الجماعيه. يعني هو بيعتمد، هو بيمسك الكوره في نص الملعب كتير، وهو مش هيغير هناك. بس هو هناك هيبقى عنده حته الشراسه شويه الهجوميه، عايز يجيب اهداف، عايز يكسب، ما عندوش حلول، وعايز يكسب بالزبط. وعايز برضه هو لسه برضه عنده كام بونت 3 يعني في موجود لسه موجود. يعني هو يقول لك انا برضه لو كسبت النادي الاهلي هادخل تاني في اللعبه. أكيد. كل فرقه من اللي موجوده ده بما فيهم الترجي برضه قلقان لا الفرقه تحصل. أكيد. فالمباراه اللي جايه لازم لعبت النادي الاهلي لازم رقم واحد تعرف ان الفرقه عايزه تلعب بالشكل الهجومي، هو هيلعبك هناك بشكل هجومي، وهو هنا هناك على فكره على فترات عايز يجيب في الجون، وفي كره تقريبا او كرتين كان يقدر يبقى يوفق فيهم، وعندهم كمان جرأه تسديديه على الجول. هو ما بيقلقش، يعني انا شايف هما فرقه ما بتقلقش، وما يقلقوش من جمهورنا، ما يقلقوش من اللي هو بيلعب النادي الاهلي برضه.
يعني انت لو حط لاحظت الاهداف مش جايه ورا بعضها، جايه على فترات بالزبط. فدي برده تديني مؤشر ليهم اللي هو برده هيبقى هناك اكيد هيتفرج على الماتش وهيشوف برده ايه اللي عندنا سلبياتنا وايجابياتنا زي ما احنا اتفرجنا عليهم واكيد ودرسناهم. فلازم لعيبه النادي الاهلي تعرف كده كويس المباراه هناك مش هتبقى مباراه سهله اكيد وصعبه جدا علينا. ان شاء الله باذن الله لو احنا خدنا الامور بتركيز وده طبيعه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله هنعدي المباراه باذن الله يا رب. يعني برده عايز اقول لك انت بتتكلم كمان وخلي بالك كانت في لعيبه كتير خارج الفورمه تماما عندنا يعني عندنا. بص اقول لك على حاجه، احنا مش هنقول خارج الفورمه، انت عارف برضو الفتره اللي في لعيبه كانت مريحه، انت برضو رحت فتره اعداد بره في كرواتيا برضو او اوكرانيا تقريبا اوكرانيا فده كل ده مش هنقول فورمه، احنا بنقول اللعيب اي لعيب بيبدا بدايه موسم كرواتيا انت صح كرواتيا كرواتيا بيبقى اعتقد كرواتيا واوكرانيا اتخبطونا الاثنين قريبين من بعض كرواتيا ولا اوكرانيا قول لي يا حبيبي كرواتيا ففتره الاعداد بالنسبه لي لعيب الكره وانت برضو مريت بظروف زي اي لعيب بيبقى بدايه الموسم في لعيب تلاقيه ممكن يجيب فورمته بسرعه. ما احنا بنطمن الجماهير يا كابتن ياسر ان كانت في لعيبه خارج الفورمه بالرغم من كده كسبت ثلاثه بس والله ما كنت حاسسها بامانه. لا انا حاسس انا بقول انا مش يعني مؤمن مش مؤمن اجايه اجايه هقول لك على حاجه، ما هو كل ده انت بقول لك انت جايب لعيبه من الراحه بالظبط انا وجبتهم فتره اعداد انت بتطمن الناس ان ده مش مؤمن فمؤمن لا مش ده بس اللي احنا مش عايزين نقول ده مؤشر بالنسبه لهم ده احنا بنقول يعني احنا مش عايزين انت عارف لعيب كوره ما نقول له الكلام ده ويوصل له الكلام ده بيبقى ممكن يديله قلق شويه يعني هي ثقه لا خالص انت بتتكلم على لعيبه انت بتتكلم فيها ده انت الحامي بتاع اللعيبه هنا بالظبط فلا انا فاهم بس انا بقول لك ايه لعيب عندنا لعيب النادي الاهلي كل ما هو بيمر بماتش ويعدي ماتش هتلاقي الامور بالنسبه له بتبقى احسن فاحنا بنقول مؤمن او جاي او في بعض اللعيبه زي ما انت بتقول انا بقول لك كجماعي انا ما كنتش حاسس بيها لكن كفردي اللي انت بتقول عليهم دولت ممكن يكون بس ده طبيعي طبيعي جدا وكمان خلي بالك المباراه بالنسبه لنا او بالنسبه لهم احنا كلاعيبه برضو كوره بيبقى بالنسبه لهم ممكن تكون المباراه مش صعبه مش هياخد المجهود اللي انا ممكن اخده في اي مباراه ثانيه هناك ممكن تلاقي الامور مختلفه يعني اللعيب لو هو عطى هنا 60% من مجهوده لا هيبقى هناك انت لازم تدي مش 100% انت لازم هتعدي ال 100% برافو عليك ده اللي بكلمك فيه ان انا بطمن الناس وحضرتك طبعا كمان بنطمن الناس ان كان في لعيبه مش في الفورمه تخيلوا بقى لما يبقوا في الفورمه بالظبط او يرجعوا تاني اللي هو مؤمن زكريا اللي احنا عارفينه بيجيب جوان من انصاف الفرص وجونيور اجايل اللعيب الهايل وعلي معلول كل ده جميل بس كل ده برده انا بقول لك لعيب الكوره بيبقى عنده ذكاء شويه في لعيب كوره بيبقى عنده ذكي المباراه دي بالنسبه لنا الحمد لله واحنا قاعدين انا هنكسب بس في اطمئنانيه انا حاسس ان النادي الاهلي هيكسب وحاسس ان احنا هنكسب ممكن واحد واثنين وثلاثه بس بتبقى الكره الاولانيه او الهدف الاول فكل ده برضو كل ما بيبقى اللعيب بيبقى عارف الماتش بالنسبه لنا صعب هو بالنسبه له المباراه هنا يعني احنا بنقول الفرق اللي قدامنا يعني على المستوى الفني مش برضو اللي يقلقنا لكن هيقلقك هناك اكيد هيقلقك هناك ليه؟ الفرقه دي انا قلت لك وهرجع تاني لما اتفرجت عليها اولا عنده بيلعب لمسات كتير بيمسك الكوره هو عنده سرعه اللي هو يروح على الجون بسرعه بالظبط وعنده بيستغل طرف من الطرفين تلاقيه على طول قدام الجون بالظبط زي الجون اللي جابوه في كامبالا سيتي انا باكد على كلامك جابوا في الجون في كامبالا سيتي بالظبط برده مسكوا الكوره في نص ملعب كامبالا سيتي كتير وراح واحد رايح في ثانيه على فكره عملوا في ماتش في الشوط الاول عندنا في ماتش في مباراه الاهلي عملوا كده بس طبعا مع الفرق طبعا مع تركيز لاعبتنا اللي موجوده في المباراه وده انا قلت لك ده متعه النادي الاهلي اللي انت بتتكلم في حاجه مهمه جدا خلي بالك جمهورنا ده جمهور كبير او جمهور عظيم اللي هو يبقى موجود بيساند الفريق بشكل مش طبيعي ده حاجه خلي بالك جمهورنا ده رقم واحد أكيد. وده اللي بيخلينا النادي عارف لو احنا بدون جمهور في المباراه ده انا بقول لك اهو بتبقى برضه بتبقى صعبه علينا كنادي اهلي اكيد لكن طول ما جمهورنا موجود مجلس ادارتنا موجود الناس اللي بتساندنا اللي الناس اللي بتتفرج من خلال الشاشات انا مش انت مش متخيل انا كنت بتفرج في كفر الشيخ الناس كلها قاعده تتفرج على مباراه الاهلي اكيد طبعا فدي حاجه كبيره وحاجه جميله للنادي الاهلي طبعا انا عايز ارجع بس معاك نقطه لان انت اتكلمت في حاجه مهمه جدا حته اللي هم بيمسكوا الكوره وعندهم اختراقات من العمق وقلت ان هي حصلت الماتش اللي فات ده حقيقي وكان معايا رضاش حاتم امبارح واتكلمنا في النقطه دي برضو وقلت له من ضمن الحاجات اللي مخوفانا انا اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي انا وانت اللي هو ماسك الكوره لكن الماتش اللي فات كابتن ياسر اللي كان معاه الكوره ما كانش بيلعب بسرعه اللي رايح في العمق اللي هو الدفاع بتاع النادي الاهلي بالظبط عشان كده لكن تخيل بقى لو هم في ملعبهم
والموضوع بالنسبه له هو عايز يجيب جول، فاكيد اول ما حامل الكره تبقى معاه الكره اكيد هيبص على الرايح على الراجل اللي رايح بالظبط. فدي دي فضل. لازم يبقى تمركزنا فيها بقى شكله ايه. اه ما بقول لك هو لا ما هو احنا لازم ناخد حذر في النقطه دي. هم حبوا يعملوه ينفذوها هنا، احنا اعتقد احنا متفرجين على العلوم كويس قوي، عشان كده ان لعبتنا عندها خبره سواء السرد باكات او الطرفين اللي موجودين او ايا كان مين اللي هيبقى موجود الماتش اللي جاي. لكن لا معانا هتبقى صعب، لكن هناك مع برضو مع يعني لا رقم واحد من المباراه اللي جايه يا كابتن ميدو تركيز مش 90 95 دقيقه، علشان وخاصه المجموعه اللي هتلعب في الخلف من عندنا اكيد كلوبالي هم وخاصه كلوبالي وسعد سمير واحمد فتحي وعلي معلول بالظبط. يعني اعتقد مش هيبقى فيها تغيير، مفيش فالاربعه دولت هم اساس الماتش اللي جاي. ليه؟ كل ما انا بامن انا والشناوي او ايا كان شريف اكرام ايا كان اللي هيبقى موجود انا بامن اللي ما يدخلش فيها جون اهم حاجه في المباراه دي. أكيد. ليه؟ انا عندي الحمد لله اللي يقدر يحرز هدف. أكيد. عندي أكيد. عندي مفاتيح كتير تقدر تحرز، لكن اهم حاجه المباراه اللي جايه ما يدخلش فيها جون. اللي هيدخل فيها جون مع الفرقه زي ده هتلاقي واحد يقع في الملعب، الاصابات تشتغل، مش عارف تغيير، هتلاقي التايم بيروح منك بسرعه. بالظبط. فلازم بالزبط. واحنا محتاجين المباراه، احنا عايزين نوصل مع الترجي ثلاث نقاط باي صوره، نقطه واحده او بونت واحد في المباراه مش هتبقى الامور صعبه، بنصعب الامور على نفسنا كده. بالظبط بالظبط. شفت كوليبالي ازاي؟ والله هو كبدايه ليه، ايه رايك في الدفع بيه من البدايه؟ بص هم اكيد متفرجين عليه كويس، الجهاز الفني عندنا مش هيدخل لعيب يبتدي مره واحده، وخلي بالك احنا عندنا ميزه كويسه قوي في النادي الاهلي او في لعيبه النادي الاهلي. آه على فكره انا اول ما جيت من المنصوره اول مباراه مع النادي الاهلي حس ان هو لعيب غريب او لعيب جديد، لا على طول هتلاقي تاقلمه في تمرينه ولا تمرينتين مع ماتش ود مع ماتش اساس الطبيعي اللي هو يبقى موجود. لكن احنا برضو عندنا البدائل موجوده كويسه جدا، عندنا ايمن اشرف لعيب كويس جدا، عندنا رامي ربيع ما يرجع برضو، بس عندنا محمد نجيب يعني موجود. بالزبط. هي المنافسه بتبقى موجوده وطبيعي. بالزبط. اي لعيب بيجي من بره عندنا في النادي الاهلي بياخد فرصه وبياخد فرصه ثانيه، لو هو بيمسك زي ما بلغه الكوره بيمسك فيه الكوره فيها الامور بتبقى بالنسبه له سهله جدا. الامور لو هي اللعيب ده اللي جاي ده ما احنا ما استغلناهوش كويس بيبقى الامور بالنسبه له بتبقى صعبه جدا. لكن كوليبالي وجوده انا حتى وخاصه في الكور اللي هي العاليه مميز فيها جدا. يعني برضو مش هحكم على لعيب في اول مباراه ليه مع النادي الاهلي، ضغوط النادي الاهلي عندنا بتبقى كتير جدا، عندنا لسه ماتشات دوري ماتشات في افريقيا، في حاجات كتير جدا عشان احطه على مقياس معين ما اقدرش احكم عليه في وقت بسيط قوي بالنسبه لي كانت سندي. يعني انا بكلمك في جزئيه ايه؟ الجرأة بتاعت كالترون ان هو يدفع بلاعب في مركز حساس في ماتش مهم جدا في اول تقديمه ليه رسميه قدام جمهور الاهلي لكالترون مش فاهم فدي تديك انطباع عن الراجل ده ان هو ايه شخصيته ايه؟ لا هو اعطيك انطباع طبعا هو قاري الفرقه اللي قدامك كويس جدا عشان تبقى انت عارف. وهو لو شايف المباراه هتبقى داخله عشان هو قاري الفرقه كويس اتفرج عليها كويس وعارف امكانيات الفرقه اللي قدامه مش قلقان زي ما هيلاعب الترجي. هو ما يديله بالعكس ما يديله ماتش زي ده في ثقه في وسط جمهورنا مع في ملعبنا اللعيبه برضو عندها خبرات كويسه فكل ده ذكاء منه اللي هو اداله في وقت يعني انا ذكاء تمام وجرأة ذكاء جدا وجرأة طبعا شخصية الفريق اللي قدامه هو مش قلقني وانا كمان انا احطه في مركز حساس بس الناحيه الهجوميه بقول لك بالنسبه لهم ما هياش بتقلقني وخاصه الفرود اللي عندهم اللي يقلق في الفرقه دي الطرفين اللي موجودين عندهم وخاصه الطرف اليمين اكتر من الطرف كمان الشمال. هم بيعتمدوا على كل لعبه على الطرف اليمين مش الطرف الشمال. حتى لو لاحظت كل لاعبنا اللي هو كان موجود كان من ناحيه احمد فتحي وتحرك واللي جاب الجون في كامبارا سيتي كان برده الكره من ناحيه اليمين بقول لك فده كل تركيزه على الناحيه اليمين فالجزء اللي هو كان في وسط الملعب اللي هو عندنا السرد باكين مش قلق عندنا فعشان كده هو ما كانش قلقان اللي هو يبتدي بيه يعني الماتش اللي جاي ممكن بقى يفكر فيه شويه يبقى موجود او مش موجود كوليبالي ممكن يبقى يقول لك انا برضو اديت له الثقه خليته موجود ممكن احط ايمن اشرف برضو لعيب عنده وانا بقول لك ممكن وجهه نظر انا وجهه نظر وممكن يديله هو وممكن برضه بعد الثقه دي ممكن يديله ليه الماتش الحمد لله مساعدنا بس هو هناك الماتش انا بقول لك يعني ايا كان اللي هيبقى كلوبالي او موجود ايمن اشرف اعتقد الاثنين هيقوموا بنفس المهام يعني. تمام. احنا اتكلمنا على علي معلول اتكلمنا على نص الملعب
بتاعنا شفته ازاي؟ هل هو ناقصه حاجه؟ هل حسام عاشور والسوليه الاثنين ثنائي متفاهم، الاثنين بيقوموا بنفس الادوار، ولا محتاجين؟ بص، الميزه عندنا المدير الفني عمل حاجه كويسه جدا، اللي هو بنسبه 90% ما غيرش الشكل الاساسي للنادي الاهلي. بالظبط، وده ذكاء، وده ذكاء منه برضه بامانه. ليه؟ المدير الفني لو جه حب هو يقلب زي ما بيقولوا، يغير المراكز ويغير اللعيبه ويدخل، هتبقى صعبه عليه. لكن هو لو انت لاحظت الفرقه اللي هو اخترب باستثناء كولوبالي هو اللي بيلعب مع النادي الاهلي في اخر فتره. بالظبط، وده ذكاء. بعد كده اكيد هيبقى له وجهه نظر ثانيه، عايز يغير، عايز يثبت، عايز يفضل بالطريقه. فده برضو وده بيحترم المدير الفني اللي كده، اكيد طبعا، اللي هو جاي اخر حاجه النادي الاهلي نهى بيها هو ابتدى بيها. بالظبط، مش لازم اعمل، مش لازم احط التاتش بتاعي. لا، وهيحطه بس مش دلوقتي. يعني هو يعني انا شايفه كان بيعمل حاجه كويسه جدا في الماتش اللي فات، اللي هو بيغير الملعب من ناحيه اليمين لناحيه الشمال، هو دي، وده حاجه كويسه. يعني بيشوف اللاعب مثلا مزنوق في ناحيه اليمين، تلاقي في فجاه تلاقي الكره، يعني في شغل واضح اللي هو موجود في الملعب عندنا. وخاصه انت عارف لعيبه النادي الاهلي استوعابهم وحاجاتهم بيبقى بسرعه. بالظبط، يعني وخاصه بيلعب بتكتيك معين وشكله معين، لا ينفذه له. بالزبط، ممكن يتنفذ في فرقه ثانيه بس يتنفذ مع النادي الاهلي. تمام. كنت عايز اقول لك ايه كمان بالنسبه لكوليبالي، هل وجوده هو فضل وجوده علشان الكور عاليه، ولا فضل وجوده علشان التامين الدفاعي، ولا عشان الاثنين؟ لا، هو فضل وجوده لاولا ثقته فيه طبعا، وهو اتفرج عليه كويس جدا. تاني حاجه الفرقه اللي قدامه برضو ما فيش فيها اطوال كبيره قوي غير الفيرود، يعني ممكن يكون طوله مناسبه، بس مش الفرقه اللي هي هتقلي النادي الاهلي في عندنا هنا في القاهره، مش الفرقه. فهو طبيعي رقم واحد هو بيديله، عايز يدخله فرقه بشكل بسرعه، عايز برضو يبقى موجود، وفي نفس الوقت برضو انت برضو احنا الاطوال في المراكز اللي زي دي بتبقى مهمه جدا، أكيد. سواء في الكوره الدفاعيه او الكوره الهجوميه، وخاصه الكور الثابته. لو ماسك الاهلي هتلعب بطريقه ايه؟ هلعب ايه؟ هتلعب بطريقه ايه؟ انا يعني هي الطريقه حسب. بص يا كابتن ميدو، في ناس بتحب تلعب ب 4 4 2 4 3 2 1. انت لو ماسك الاهلي في الفتره دي، انا مش هغير، هو الشكل اللي هو ده هو المناسب. انت بتلعب بفرقتك هي والشكل هو فرقتك، فرقتك اللي في النادي بتلعب بايه؟ انا بلعب حسب امكانيات لعيبتي. ايوه، انا بلعب ب 3 5 2 الطريقه القديمه، 3 5 2. انا بحب العب بالليبرو، والليبرو ده يطلع يتقدم يبقى معاه في نص الملعب، وما بدافع هو يبقى اخر واحد. تمام، ومش شرط مش كل كره يرجع يدافع، بس بامن. انا بحب كده، هو في نفس الوقت بيزيد معايا نوعيه، مثلا ببقى عايز نوعيه مثلا ابراهيم سعد لما كان بيلعب ليبرو ويزيد نوعيه، هادي خشبه كان يزيد، تامر النحاسي، عماد النحاسي يزيد. في نوعيه كانت كده، انا كنت بتمنى وان شاء الله بحاول ان انا يبقى لعيب من اللي عندي يلعب بالطريقه دي. ليه؟ وفي نفس الوقت تلعب ب 3 5 2، تلعب ب 4 4 2، تلعب ب 4 3 2 1، كل دي طرق كويسه. انت حسب الامكانيات لعيبه اولا، وحسب امكانيات لعيبه. برافو عليك. تعالى نبعد شويه عن الشكل الافريقي، ونبص للدوري بتاعنا اللي بادئين مباراتين صعبين جدا، الاسماعيلي في مصري. بص هقول لك على حاجه، احنا النادي الاهلي طبيعي اللي بياخد بطوله واللي عاوز بطوله لازم يكسب الفرق دي كلها، اكيد. فاحنا الحمد لله لما ابتدي مع فرقه زي الاسماعيلي، بالعكس انا مش دي ما بتقلقنيش انا كنادي اهلي، ده هي بتقلق النادي الاسماعيلي. بالظبط، يقول لك انت برضه حاطط لي النادي الاهلي في بدايه الجدول، بلاعب الاهلي كله بيخاف من الاهلي. بالظبط، المشكله مش عندنا، المشكله في الفرق الثانيه. بيبقى امتى؟ وبيبقى على فكره حسابيا على الورق المدير الفني ما بيحطش الثلاثه بنط بتاع الاهلي، ده انا بقول لك يعني مش تقريبا في الفرقه اللي قدامنا، مش الاسماعيلي. الاسماعيلي يقول لك لا، وبرده خلي بالك حسام حسن يعني برده في ما فيش مشكله، بس لا، بس احنا النادي الاهلي مش تقريبا بس الفكر اختلف شويه يا كابتن ياسر. لا معلش، النادي الاهلي افضل النادي الاهلي على مدار العمر كله. لا، الفكر اللي قدامك. طبعا يعني حسام حسن استحاله اقول لهم الثلاثه بنت دول رايحين، مدرب الاسماعيلي استحاله اقول لهم. انا لو بلعب النادي الاهلي برده هقول لك، انا لو بلعب النادي الاهلي لازم ادي الدوافع. لا ادي الدوافع ليه؟ لا انا بقول لك ادي الدوافع. انت اهلي متربي على المكسب على طول. لا ادي الدوافع، انا ده طبيعي. انت اللي لعب في النادي الاهلي عنده الدفع اللي هو ما يخسرش، حتى لو ادائي مش كويس بس اكسب. فدي هتلاقي موجوده في بعض المدربين الموجودين اللي هو من مدرسه النادي الاهلي. وده احنا بالعكس، واحد زي كابتن حسام حسن لما يبقى عايز يكسب النادي الاهلي ده حاجه، امر مشروع ليه وحقه، وحق مشروع بالنسبه له. لكن احنا النادي الاهلي كل اللي بيلعب بالنادي الاهلي بيقول لك انا لو تعادلت مع النادي الاهلي مكسب، الا اذا مدرب عنده الحافز اللي هو يلعب النادي الاهلي بطريقه هجوميه. خلي بالك، المدير الفني نادي الاسماعيلي كسب كالديرون قبل كده، فممكن الكلام ده
يقول لهم مثلا انا خلي بالكم انا كان ماسك مازيمبي وكسبته وانا خدت مش عارف ايه كسبت الاهلي امتى ومش عارف ايه عشان كده المباراه تيجي انت عارف تتكلم برده في الاسماعيلي بس انا ماتشات الاسماعيلي طبعا بص خلي الاهلي فات انا بتكلم في الاسماعيلي ودوافع الاسماعيلي ودايما مباراه الاهلي والاسماعيلي بتبقى مباريات عارف مهما كان حتى الاهلي ملهاش مقاييس خالص ممكن تلاقي الاسماعيلي كسب مهما كان الاهلي كسب زي الاهلي والزمالك كده بس في نقطه لازم تاخد بالك منها ايه هي النادي الاهلي الحمد لله احنا ما عندناش تغييرات في اللعبه كتير قوي فثبات الفريق وثبات التشكيل وثبات المنظومه ده مهم وعندنا يعني المهندس محمود طروه موجود جه مجلس الكابتن محمود الخطيب ومجلسه هتلاقينا ما فيش فروق بالعكس احنا بيكملوا بعض هتلاقي برضو في الكوره عندنا اللي موجود هتلاقي الوقت موجود الجهاز الفني موجود هتلاقيه بيكمل لاخر حاجه كابتن حسام وده ممتاز بيها لكن مش تقليلا في النادي اسمها نادي كبير ونادي محترم ونادي احنا بنستمتع لما تتفرج على الاهلي والزمالك تتفرج على الاهلي والاسماعيلي فرقه كبيره وفرقه طفره استمتع بمباراه الاهلي والاسماعيلي جدا والجيم مفتوح فعشان كده بس النادي الاسماعيلي برضو عنده تغييرات بعض اللعيبه في لعيبه مش هو الاسماعيلي بتاع زمان بالظبط عايز المتعه ترجع تاني رجع جمهور الجمهور لو رجع بالشكل اللي يليق بينا وبالفرق الثانيه هيفرق قوي تتخيل ماتش الاهلي والاسماعيلي مثلا تلاقي الجمهور كان بيبقى مليان في الملعب كله سواء في الاسماعيلي حاجه ايا كان حاجه تحترم احنا بس النقطه اللي اتقابلنا ازاي نغير من ثقافتنا احنا كجمهور انا ما اجيش انا ابقى اهلي واسماعيلي يعني كان على ايامنا الاسماعيلي يرد على الاهلي ولا الجمهور انا عايزين نغير انت شجع فرقتك حتى لو خسرت سقف لهم خلي احنا ما تشوفش الدورات اللي موجوده في اوروبا في العالم كلها كرواتيا خسر كاس العالم فرنسا نفسها بتعمل لها العلم على برج ايفل بتدي لها تحيه فين ده احنا لازم احنا كنت اكلمك هو يعني سؤالي الجاي ليك الجماهير والشكل الحضاري جدا اللي شفناه في مونديال روسيا والشكل الحضاري بنشوفه في الدورات بصراحه كتير. يعني الدورات كلها الفرقه بتخسر بيسقفوا لها فرقتهم احنا في احنا فين من ده احنا نفسي الاقي فرقه النادي الاهلي ما وفقناش في مباراه واللعيبه عملت اللي عليها ايه المانع ان انا اسقف لهم؟ ده كوره فيها مكسب وخساره لكن احنا المشكله ثقافتنا النادي الاهلي ما ينفعش نخسر. طب تعالى اسالك سؤال قبل ما ندخل في الجزئيات الثانيه. هل الجماهير ودايما بساله لضيوفي بصراحه خصوصا النجوم الكبار يعني هل الجماهير اللي احنا بنشوفها بره الملتزمه الجميله دي الكيوت دي لو ما فيش رادع كان هيعملوا كده بالشكل ده؟ هم لا دي ثقافتهم احنا المشكله عندنا لا انا بختلف معاك. ايه هي؟ اختلف معاك. قبل كده كان في فاكر الجمهور الانجليزي مش عارف جمهور فرق ايه والجمهور الاسباني والجمهور الايطالي كان مفيش رواضع زي اللي محطوط دلوقتي يا كابتن ياسر دلوقتي اللي بيخرج عن النص بس لا في قانون قفوه كده انا بقول لك في قانون انت طبق القانون ده بالزبط. خلاص انت طبق لو الحريه اساسا بقت يعني مفتوحه مطلقه هتلاقي في تجاوزات كتير جدا على فكره انت لو طبقت القانون ده وخاصه في الملاعب وشغب الملاعب واللي بيستذا في بس هناك عندهم في كاميرات وفي حاجات مجهزه بتخلي يقدر يجيب ملامح الشخص ده اللي عامل مشكله احنا بدات الحمد لله في تطور من المهندس خالد عبد العزيز للوزير اشرف صبحي في انا اعتقد في الوقت كاميرات احنا عايزينها تبقى موجوده عايزين عدد اللي ما ندخل في مباراه يعني انا في مباراه دوري تخيل انا بدخل 2000 واحد من الجمهور بالزبط. يعني يا دوب اسر بسيطه تدخل انا عايزين الجمهور يرجع ولازم زي ما انا بقول لك هترجع منين لما تلاقي القانون ده متطبق قانون الرياضه متطبق على الشغب الملاعب وعلى اي حد بتجاوز حتى من خلال الاعلام مش شرط ما ينفعش انا اطلع اهاجم فرقه من خلال قناه من القنوات ما ينفعش انا اهاجم شخص من في قناه من القنوات احنا عايزين نقول سلبياتنا احنا ايه كجمهورنا سلبياتنا ايه كفرقه سلبياتنا ايه عشان نطور مش عشان نهدم عشان كده لازم احنا الجمهور عشان كده نفسي يرجع بنزود الدواعي الامنيه للحمايه بالظبط للحمايه بس مننا برضو من الجمهور الجمهور كان زمان على فكره الجمهور كان زمان لما بيتفرج على الماتش ويمشي عادي جدا ويخرج من المباراه سعيد جدا ايا كان حتى ما بيبقى خسران مباراه احنا بيبقى زعلان بس برضه وبيطلع اللي عنده ما كانش في تسخين يا كابتن ياسر ما كانش في تسخين خالص اللي انت اتكلمت عليه من شويه ما انا بقول لك دلوقتي يعني في 60,000 قناه بالظبط في 60,000 واحد عايز يطلع يعمل بطل وفي 60,000 واحد عايز يعمل ان هو يعني حامل حمى بالظبط ما احنا ما هو ده برضه بقول لك دول على دول وده يعني حاجه مش كويسه وفي الاخر الاقي افتح الصفحات عندي الاقي اعتذار مش عارف الصحفي مين مع الاعلامي مين ما ينفعش الكلام ده ابو ليه احنا بنعتذر ما احنا من الاول نمشي صح من الاول نبقى في ود وفي محبه وفي احنا عايزين ننجح مش هننجح احنا الناس بتتكلم على مصر وصولها لكاس العالم والناس انتقدت انا بقول لك هو انا ياما كنت بتكلم اتحاد الكوره وصولك لكاس العالم ده انجاز على فكره
اللي انت تأدي فيه اه ممكن يكون ادائنا فيه ما كانش مرضي للناس، لكن انت وصولك في كاس العالم ده حاجه حدث بيبقى لمصر لنا كدوله حاجه كبيره جدا. ما المانيا خرجت والبرازيل خرجت وانجلترا كل الفرق القويه انت هتخرج هتخرج، بس ممكن انا كنت بقول المنافس لينا في البطوله هي كان ماتش السعوديه، انا كان مقياسي انا كمنتخب عربي انا ولا السعوديه، لكن هو طبيعي ان انا كنت هاخد. بس انا اختلف معاك في حاجه، يعني هو الوصول انجاز، انا عمري طبعا ما حدش يقدر يتكلم في كده، هو انجاز انجاز، انت اسم مصر بس بتردد مليون مره في اليوم، لكن انا بختلف معاك في نقطه معينه، ليه ما اكونش احسن وانا عندي الامكانيات اللي تخليني احسن؟ ما انت لازم تتطور من الاول. بس ده اللي بكلمك اللي انت بتتكلم ده، ما احنا بنقول يا جماعه اتحاد الكوره لو سمحتوا ابعد عن جزء، يعني مش هنقول مجامله، لا بالعكس، ما هو الموضوع الاختيارات موضوع كلها موضوع. اختار على اي على مقاييس معينه موضوع. والله هتنجح ان احنا عندنا مصر كلها عندنا مواهب كويس وعندنا لعيبه، وانت شايف محمد صلاح وعندنا النني وعندنا في لعيبه كتير قوي بتمثل مصر بره احنا عندنا من ده كتير وموجودين. عايزين كمان الجزء اللي هو الاحتراف بره في الخارج عندنا كتير، قول تاني عندنا كتير والله العظيم عندنا كتير جدا، بس عايزين حد يتعب من اولاد صغار للاعيبه كبيره. بس انا نفسي بقى الانديه اي لعيب يجي له حاجه بره عايز تطور المنتخب، يبقى انت ما يبقى عندك 20 و30 لعيب محترف بره في انديه كبيره هتفرق معاك، لما تلاقي ما تطلع لعيبه عنده 19 و20 سنه تسفره بره هيفيد المنتخبات. ده اللي بكلمك فيه عشان الناس تفهم كلامك صح. كابتن ياسر بيتكلم ان انت وصولك في لكاس العالم في حد ذاته ده انجاز كبير جدا، لكن انت كان في الامكان احسن من مكان بكتير جدا. بالظبط، ان انت يعني لما يطلع مدير فني المنتخب المصري يقول لك انا مش لاقي غير فرود واحد. لا مصر لا معلش، بس الاحترام لا الفروده كانت موجوده، بس انت بصيت على واحد بس. ما انا بتكلم في كده، انا بقول لك يعني انا بتكلم في كده ان انا ليه ما نزلتش درجه ثانيه ودرجه ثالثه، واكيد لا هلاقي. وعندي اكيد في لعيبه كانت كويسه فيها، كان عندي احمد جمعه اللي هو لاعب النادي المصري، احمد جمعه في لعيبه كتير، انا مش عايز اذكر اسماء بس في لعيبه كتير كويسه. اوكي، يعني كان في حاجات كتير بصراحه مش عايزين بقى نقعد نتكلم فيها، لكن طب طالما اتكلمنا في المنتخب مدير مصري، المدير الفني مصري ولا اجنبي، بتختار ايه؟ لا اعتقد هيبقى اجنبي. انت محبب ليك؟ لا اجنبي برضو. اجنبي اه. يعني طب احنا لغايه دلوقتي مش لاقيين اجنبي. ما انا بقول لك لا مش لاقي اجنبي، دي مش بتاعتي، مش مشكلتي انا، مشكله اتحاد الكوره. لكن انا اعتقد المصري لا. طب احنا قد ان احنا نجيب مدير فني اجنبي؟ اه طبعا، انت عندك الوقت فلوس المدير الفني الاجنبي اللي هو بقى يجي يعمل لك تطور هنا ويعمل لك. لا انت عندك الوقت الحمد لله الامكانيات الماديه ما سوى مع الانديه ومع المنتخبات موجوده دلوقتي، في شركات دلوقتي كبيره جوه مصر بتمول الرياضه كويس قوي بشكل كويس قوي، خاصه كره القدم. الدوري المصري شركات كبيره واخداه، في يقدر فيه التدعيم موجود، فبس تجيب مين؟ واهم حاجه لما تجيبه سيبه يشتغل، يعني سيبه يشتغل، سيبه يحط جهازه اللي هو عايزه. مش لازم احط له 2-3 من عندنا، سيبه هو عايز يجيب جهازه يجيب. ويستحسن برضه لما انا بجيب طقم كامل يريح اللي هيريحه، ما فيش مشكله. هو المكان الوحيد اللي انا ممكن اجيب مدرب اجنبي واجيب يشتغل معاه هو النادي الاهلي ونادي الزمالك. ممكن اجيب من عندنا من لاعبتنا او مدربينا يقدر يساعد المدرب الاجنبي، لكن المنتخبات اعتقد اللي هي تبقى موجود معايا الا يجيب طبعا. ممكن يقول لك انا اتعاون مع جهاز مصر مفيش مشكله، بس سيبه يختار. مش لازم اجبر ان انا اجيب معايا فلان وفلان يبقى موجودين. سيبه يحط، فدي نقطه بتبقى اساسيه. طب في الاخر هنجيب مدير فني اجنبي ولا مصري برضه؟ ولا خلينا مصر. خلينا مصر في الاخر هنجيب ايه؟ احيرك. انت توقعك؟ لا اجنبي. اجنبي؟ لا اجنبي طبعا. ماشي، لكن انت مفيش، انت رافض فكره المدرب المصري علشان يعني انت عايز مدرب اجنبي عشان يبقى ايه الدنيا بالنسبه له 1-1.2. ماشي، انت قول لي مين على الساحه في مصر؟ لا انا بسالك. لا ما انا بسالك برضه، انا بقى قاعد مكان انا بسالك. أنا لا مش ما هو بص، مين اللي ممكن على الساحه؟ مين؟ اتحاد الكوره، ما انا بقول لك اهو برضو اللي في دماغ من خلال رؤيتي. اتحاد الكوره مش عايز يجيب مدرب مصر، لكن الاقرب لمنتخب مصر هو الكابتن حسام حسن طبعا في الشك. طب بس انا بقول لك عشان كده قلت لك هم، انا بتكلم بتفكيرهم وعارف الرؤيه ايه وعارف هم عايزين يعملوا ايه. لكن انت لو جيت تقول لي بختار لك مدرب وطني اقول لك لا، يا رقم واحد بامانه لا الكابتن حسام حسن. امانه شخصيه قويه، شخصيه بتحب تكسب، مش عارف ما بيحبش يخسر، عنده حاجات كتير قوي بيمتاز بيها سواء كان بيلعب او هو مدرب. بكفايه تطويره مع فرقه زي النادي المصري، مش تقريبا في الفريق المصري، لا الفريق المصري كان بيصارع على الهبوط، دلوقتي الفريق المصري بينافس على اللي هو يبقى موجود من ضمن الاربع فرق اللي في الدوري. تمام.
انا من... انت عارف انا لو ليا راي هقول بس انا بقول لك وقتك انا. طيب نفسك الجماهير اكيد ترجع الاهلاوي اكيد طبعا. واتكلمنا عن الاهلاويه واتكلمنا كمان يعني كان معايا الاستاذ شريف فؤاد واكد الاستاذ شريف فؤاد طبعا عارفه المتحدث الرسمي باسم مجلس النادي الاهلي واكد على اهميه الجمهور واكد عن الجمهور الاهلاوي هو رقم واحد في المنظومه كلها اكيد. وانا قلت له قول لي كلمه للشباب الاهلاوي اللي هو دايما مندفع وعايز فرقته تكسب ويعني مش عايزين اي حاجه تتكرر او اي حاجه تمس المشجع الاهلاوي. وانا اتكلمت بصراحه كلمت كتير جدا. انا برضه عايز نصيحه منك للمشجع الاهلاوي. انت نجم كبير يا كابتن ياسر وليك صولات وجولات مع النادي الاهلي محليه وافريقيه. انصح برضه المشجع الاهلاوي ممكن تنصحه بايه؟ بص يا كابتن ميدو رقم واحد بلاش تجاوز. بلاش تجاوز وباكد عليه. سواء شاب او وخاصه الشباب هم اللي يعني هم اللي انا شايفهم في المدرج بنسبه كبيره جدا. ما تتجوزش في حاجه تضرك. انت مش بتضر نفسك. انت بتضر اسره كامله بالظبط. يعني انت مش بتضر نفسك. انت بتضر والدك ووالدتك واخواتك واهلك واصدقائك وهتلاقي في الاخر بتناشد في من خلال القنوات الفضائيه ومن خلال الشاشات اللي ده مش هيحصل ومش هيتكرر. بالعكس روح شجع. انا لو رحت اتفرج على المباراه روح اشجع ايا كانت النتيجه بالنسبه لي. انا كفريق بشجع فريقي خسرت كسبت خلاص. انا ممكن ازعل من جوايا وممكن اتضايق بس ما اعملش حاجه تضرني ولو ضرتني هتضر اسرتي وكمان بتضر فريقي وبتضر لو انت ممكن حاجه تبقى كبيره ممكن الفريق بتاعي اللي انا بحبه ممكن يتنقل له ماتشين ثلاثه بره ملعبه وبتضر نفسه كمان كتير حاجات بتضر نفسه كمان غير طبعا المسائل العائليه بيضر نفسه كمان ان هو كان ممكن ما يسافرش برج العرب كان ممكن يبقى هنا في استاد القاهره كان ممكن الجماهير كتير قوي تزيد بالزبط. زي ما قال الاستاذ شريف فؤاد يعني كان ممكن استاد القاهره يبقى مليان بالزبط. لكن في اقليه دايما كده ايه عايزه تعمل حاجه ما الاقليه دي انا لو انا حتى في وسط الاقليه انا ابعد عنهم. ما انا برضو ربنا ادانا عقل وادانا عين ببص بشوفها واشوف مين اللي هيضرني ومين ما انا ما امشيش مع حد هيضرني وامشي معاه وفي الاخر احسن اقول لك انا ما كنتش اعرف. لا انت لازم تعرف ايه المنع ما انت تروح انت واخوك ووالدك روح اتفرج على المباراه وامشي. وده اللي انا مش بناشد كمان الشباب بيروح بناشد اللي هم اولياء الامور او الناس الكبار اللي ابني بيبقى متحمس للكره ما تمنعوش يروح يشجع بالعكس يشجع فريقه بس يبقى تديله هو نازل كده عارف نصايح بتاعه الاب اللي هو رايح اتفرج على الماتش الاهلي كسب الاهلي قدر الله ما وفقش برضه ارجع وهترجع ازاي اطمن عليه. لكن انت بتتفرج على المباراه وانت خايف على ابنك وقلقان لابنك حتى لو هو ما على فكره حتى لو هو بعيد عن الشغب او بعيد عن بتاع برضه بيبقى قلقان عليه. انا في ماتش من الماتشات انا كنت بروح مع اولادي عشان انا قلقان لا يدخل في قصه مش بتاعتنا بالظبط. لا وانا ما بحبهاش انا بتمنى للشباب بقول لك ما فيش تجاوز روح شجع فريقك باحترام ايا كانت النتيجه كل ده بيتحسب لك انت لما الفرد بيعملها كل الناس وعملتها وانا شايفها ان الحمد لله الحمد لله النموذج المشرف ان احنا جمهور النادي الاهلي كان موجود في برج العرب بامانه يعني اعتقد الناس حتى انا برضو من خلال مجلس الاداره لقيتهم بيعملوا عاملين شكر لامن اسكندريه والمحافظ اسكندريه كل ده حاجات بتساعدنا لما هيطلع المباراه. وحتى على فكره انت ما تبصش عليها كمان احنا على المستوى المحلي على المستوى العالمي ومستوى الدولي ومستوى السياحه ومستوى حاجات كتير كل ده بيدي اطمئنانيه للناس اللي هتجي لنا مصر تاني. الناس كانت بتحب مصر ونفسها ترجع مصر علشان لما بيشوفوا الجمهور بيتفرج على المباراه وبيرجع زي زمان لا الناس هتجيلنا. دي حقيقه دي حقيقه. يعني انا كابتن ياسر بشكرك شكرا جزيلا ودايما بتشرف بيك بصراحه وبتسعدني وبتسعد انا سعيد بوجودي معاك والله وانا بقى انا اول مره اطلع بقالي فتره طويله بس ما ينفعش اقول لقناه الاهلي طبعا لا لازم ابقى موجود طبعا معاهم في وسطكم. انت تنور الدنيا ده بيتك في اي وقت وكل التوفيق لفريقك سيد سالم ان شاء الله تعمل اللي انت عايزه وتصعده ان شاء الله للدوري الممتاز وتفرح بقى اللي هو السيد نصر وكل كفر الشعب ان شاء الله. نورت وشرفت ربنا يخليك يا كابتن. دي كانت فكرتنا مع النجم الاهلاوي المحبوب نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق كابتن ياسر ريان. هنطلع فاصل هنشوف في الفاصل بطوله اهلاويه او في او عن بطوله اهلاويه بطوله 2004 2005 كانت النجمه الثالثه النادي الاهلي. وبعد الفاصل هنستقبل الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي بالمساء. اهلا بحضراتكم من جديد لسه مستمرين معاكم الاهلي في كل مكان. نورني وشرفني الاستاذ سامي عبد الفتاح مدير تحرير جريده المساء منور الدنيا. اهلا يا كابتن عامل ايه؟ انت اكثر والله كله تمام ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك. عندنا حاجات كتير عايز تدخل في قضايا عايز تدخل في جماهير عايز تدخل في دوري افريقيا. انا لا طبعا احنا مقبلين على موسم كروي جديد
القضايا كتير زي ما حضرتك بتقول، ونتعشم بس ان ايه يعني نشوف صوره جديده لجماهيرنا في الملاعب. يعني اصبحت الملاعب بدون يعني بهجه كاس العالم كانت في الجمهور حقيقه بالظبط. ومش هنقول حاجه جديده ان الجمهور هو روح اللعبه وكل الكلام ده معروف. احنا عايزين بس يعني قرار قوي جدا لكل مسؤول في الدوله وان يكون في اتحاد الكوره يعني بيسعى جديا للمساله دي، لان احنا يعني انا شخصيا ذهلت ان بعض الانديه بترفض عوده الجماهير لاسباب غير مفهومه، ربما لان ما عندهاش جماهير اساسا او لانها شايفه ان المعادله هتبقى قاسيه جدا عليها في حضور مثلا جماهير كبيره زي جماهير الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد الاسكندري. فلقوا ان المساله سهله جدا وهم بيلعبوا الوقت، يعني في كائنات كرويه بتحاول تكبر بس طبعا يعني الضغط جماهير يعني هينزلها تاني او هيضايقها يعني في مشوارها. فبعض الناس في اجتماع اتحاد الكوره رفضت عوده الجماهير او يعني شايفه ان المساله مش وقتها او يعني، لكن المساله كده وصلت لاخرها يعني. فمساله عوده الجماهير نتمنى ان هي يعني تكون جاده هذا الموسم وبارزه كمان يعني باعداد كافيه، يعني مش هنقول عوده مفتوحه، عوده تدريجيه تشجعنا ان احنا نزود من وقت للتاني من الدور الثاني وكاس مصر وهكذا، عشان ما يصحش الكره المصريه تبقى بالحاله دي لعده سنوات، يعني داخلين في 7 سنوات دلوقتي يعني. بالظبط فمساله يعني زادت عن حدها، واتمنى ان احنا دي القضيه الاكبر اللي اتحاد الكوره يعني يجب نهتم بيها مع قضيه المدرب المنتخب يعني المجهود ده. يعني اسامي انا استغربت بصراحه لما اسمع ان في انديه مش عايزه جماهير، يعني ايه ده الجماهير حتى دافع للفريق التاني؟ يعني انا كاهلي لما بلعب مثلا مع امبي او بتروجيت اللي هي الانديه الجماهير قليله، اللعيب بامبي وبتروجيت بياخدوا من جماهير الاهلي دافع ليهم بالظبط عشان يقول لهم بصوا احنا لعيبه كويسه ازاي واحنا واحنا واحنا، وشفنا نماذج. ما هو اللعيب كويس بيظهر قدام الجمهور، بيظهر قدام الضغط ده، حتى لو هو ما فيش جمهور في ظهره يعني، انما هو قادر ان هو يعني يواجه هذا الضغط ويواجه جماهير الفريق المنافس، بيعلى هو مستواه وبيكون على قيمه عاليه يعني. انما دي حقيقه ان في انديه طلبت عدم عوده الجماهير في الوقت الحالي، دي حقيقه انا يعني ما بفرضهاش. وده مطلب عقلاني يعني؟ لا ده مرفوض تماما يعني، هي معادله يعني معادله اتخلقت حديثا في اذهان بعض المسؤولين في الانديه ان الدوري كده ماشي كويس قوي، وان النهارده في انديه يعني مش هسمي انديه طبعا مع احترامي لكل الانديه اصبحت بتخش بتقترب من المربع الذهبي وتنافس الكبار في ظل تساوي الظروف الاستثنائيه دي، ان مفيش جماهير في الملاعب 100 و200 و300 ده كلام فارغ طبعا في ملعب زي استاد القاهره ولا استاد اسكندريه ما تحسش بيهم. فطبعا الامور كده المربع يعني الذهبي لعيب ضد لعيب ومدرب ضد مدرب، ما بقاش فيه العنصر المؤثر قوي اللي هو الجمهور. يعني المربع الذهبي السنه اللي فاتت كان مين؟ اهلي وزمالك؟ يعني نفترض مثلا يعني في الموسم اللي قبل اللي فات كان المقاس ماشي كويس قوي في مثلا مثلا يعني مثلا الاسيوطي شفناه في. انا ما اعتقدش ان مصر المقاصه هيطلبوا عدم عدد الجماهير. انا ما بقولش لا أنا بقول لا بس ان كون لا 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 عشان بس الساده المشاهدين يعرفوا كمان اصل مصر المقاصه كمان اللي هو محمد السلام يعني انا ما بقولش مين اللي طلب ومين ما طلبش يعني انا ما بحددش مين اللي طلب ومين ما طلبش انا بقول في انديه مسؤول الانديه طلبوا عدم عوده الجماهير في الوقت الحالي. انا بتناقش مع حضرتك في المربع الذهبي، يعني السنه اللي فاتت كان اهلي وزمالك ومصري واسماعيلي بالظبط كده بالظبط الاربع انديه جماهيريه وهي مهمه واضح ان احنا المعادله هي بالظبط يعني بالزبط. برضو الثقل التاريخي لفرق كبيره برضو بيأثر، انما طبعا لما نشوف فرق يعني بتحاول بس يعني بتحاول بدون المعادله دي بدون معادله البحث عن الجماهير او وجودها او عدم وجودها يعني ده فكره عقيمة. لما طبعا يعني احنا بنخسر الكره المصريه كتير يعني احنا يعني هنضيف على النقطه دي نقطه اخرى ان يعني هل يجوز جدا ان لاعيبتنا في كاس العالم منتخب مصر في كاس العالم حصل لهم حاجه في تركيزهم لما تواجدوا قدام الالاف المؤلفه دي من الجماهير حتى رغم ان التواجد المصري كان قوي جدا في المدرجات، انما يعني ان هي تلعب قدام
جماهير بقى لهم مثلا سنوات ما لعبوش. بعض اللاعبين في منتخب مصر ما لعبوش قدام جماهير خالص يعني، يعني بعضهم لما في اللعب كمحترفين لعب بره، وفي بعضهم يعني كبير السن شويه شاف الجماهير دي قبل 5 6 سنوات، شاف الجماهير في ملاعب. البعض الاخر ما شافش جماهير نهائي يعني. ف التشكيله على بعضها امام ضغط جماهير ومسؤوليه يعني مسؤوليه المونديال وكاس العالم كانت اكبر منهم كتير. ده من احد الاسباب اللي خلتنا مش مبسوطين مع منتخبنا. يعني خلي السبب مثلا ال 99 ده يعني اسباب كتير قوي. هنخلي السبب ده 99 يعني. الاستاذ سامي بيقصد السبب ده يا جماعه 99 عشان بس ما حدش يزعل من السبب. لا ده طبعا لا هو سبب من الاسباب البعيده، انما في اسباب اخرى كتيره اكيد. اسباب كتير لا اسباب يعني مش وقتها في الحلقه يعني. خلاص هو يعني خلاص صفحه وانطب بس يا رب. لا يا ما تنطويش، انا بقول كنت لسه هو اكلمه يعني لسه اكمل. لازم يا رب نتعلم منها كتير، قدامنا ومفتوحه ونبحث فيها كتير يعني. انا بقول يعني لو اذا طورناها يعني اتعلمنا منها كتير قوي. يا رب يا رب ان شاء الله يا رب يا رب. انا بتمنى. خلينا في عوده الجماهير برضو معاك يا سامي. والجماهير شفناها في ماتش الاهلي وان قلت لكن كانت موجوده وموجوده بقوه وبتدعم النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه، كانت نموذج للالتزام. الناس قالوا احنا بنتفتش كتير، لكن انا قلت ان هي ظاهره كويسه جدا وظاهره امنه جدا ان انت تتفتش، مش مشكله عشان تشعر بالامان وانت قاعد، مش مشكله خالص، لكن بادره كويسه جدا. ليه ما يبقاش فيه السؤال اللي انا بساله المعتاد؟ طالما احنا ماشيين في اجراءات امنيه واجراءات امنيه مشدده وفي سياسه ثواب وعقاب، ليه ما زودش بقى الجماهير واللي بيخرج عن النص معروف؟ ما هو طبعا في او ليه ما رجعش الجماهير واللي بيخرج عن النص معروف؟ هو ده برضه السؤال برضه اللي كلنا بنساله يعني. ليه الجماهير غايبه حتى دلوقتي؟ انا برضه حضرتك يعني راجل ليك لا لا يعني طبعا انا يعني شفت الاجراءات الامنيه دي او التفتيش اللي هو بعض بيشتكي منه. لكن هي اجراءات موجوده في كل حته على فكره، في كل الاستادات، في كل يعني، وربما يعني ظروف هنا يعني مزوداها شويه، انما ده امر طبيعي. بس احنا يعني فعلا محتاجين قرار جريء من اتحاد الكوره ومن مسؤولين في الدوله. جهات الامنيه جهات الامنيه وغيرها ووزاره الشباب والرياضه، انا عارف ان كله بيسعى اكيد. ويعني ربما عشان نكون واقعيين يعني رساله الكابتن الخطيب قبل مباراه تاونشيب يعني ان لازم يكون عندنا التزام في المدرجات، لان احنا من المباراه اللي قبل كده في منانا احنا رجعنا لورا كتير كتير قوي، رجعنا لورا كتير جدا. كان لسه يعني الاهلي خسر اللعب في استاد القاهره وخسر جماهير حجم جماهيره يعني ايه 10,000 في برج العرب بالظبط ولا حاجه، مش 10,000 كمان حتى لو 10,000 ولو 20,000 يعني ولا حاجه يعني. الاهلي قادر انه يحشد 60,000 و70,000. لسه الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لنادي الاهلي لسه قايل نفس الكلام حضرتك. يعني يعني احنا رجعنا لورا، ف يعني الناس ما تستغربش من الاجراءات الامنيه او التفتيش او الحاجات البسيطه دي. وفي نفس الوقت يعني احنا عايزين قرار بقى، عايزين القرار اللي يعني انا اتوقع انا كنت اتمنى ان الجهات الامنيه والمسؤولين في ماتش تاون شيب لا يزودوا شويه، يزودوا يقولوا 20، لان احنا يعني بعد كده يعني المقترح في الدوري 200 و300 يعني 2000 2000 وفي المباراه يعني 2000 صاحب الارض و200 و200 ده الجماهيريه ده جماهير برضه كلام قليل قوي يعني. احنا يعني كل سنه احنا بناخد خطوه بسيطه جدا في الموضوع ده. ليه يعني ليه ده اللي بتكلم فيه ليه عشان ايه يعني فيه. المونديال ده ما حركش فينا حاجه يعني يعني مش معقوله يعني هنقعد في حاله الـ يعني القلق دي والخوف الزايد. انا شايف ان في خوف زايد، لازم يبقى في جرأة شوية يعني. مش مشكلة أبدا إن يبقى 5 و5 مثلا أو 10 و5 وأشوف الدنيا ماشية إزاي بالظبط. وأنا حاطط رادع جامد وعندي الدور الثاني أحط بقى يعني أحط حافز يعني الدنيا لو ماشية كويسة ومفيش أي قلق. وأنا متوقع جدا 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 إن مفيش أي قلق هتحصل في الماتشات بعد كده. الجماهير بقى عندها وعي وفاهمة إزاي تلفظ العناصر يعني المزعجة اللي بتزرع في وسطها وبتعمل قلق. و اصبحت دلوقتي المساله يعني في حب منافسه عالي جدا، مستوى منافسه. انا مش بقى كمشجع مش هخش في الشغب وهخش لا، فرقتي محتاجه دعمي، محتاجه مساندتي ايا كان هذه الفرقه، اهلي، زمالك، مصري، اسماعيلي،
النهارده عندنا اربع فرق بتلعب في افريقيا وعندنا اربع فرق بتلعب في بطوله الانديه العربيه. بالظبط. طب الناس دي يعني هتقف على رجليها ازاي؟ يعني هتقف على رجليها ازاي؟ محتاجين دعم جماهيري جامد. محتاجين دعم جماهيري قوي جدا. انت هتمثل مصر زي ما حضرتك بتقول. يعني لان ده بينعكس على المنتخب. يعني بطوله الامم الافريقيه برضو قريبه مش بعيده. التصفيات بتاعتها انا عارف ان الامن بيسمح باعداد مناسبه جدا في التصفيات بطوله الامم الافريقيه والمنتخب. لكن برضو اللاعب محتاج يحس ان هو على طول الجماهير دي شايفه قدام عينه لان هي اللي بتحاسبه محاسبه فوريه. هو مش محتاج الناقد ينقده تاني يوم او لا، هو بيتحاسب لايف في الملعب مع هذه الجماهير. اجهاد بتثني عليه يعني كان غير موفق بيحس بكده يعني مش بدون اي خروج عن النص. انما ده الجو الطبيعي المصر. يعني هل نتخيل ان في مسرح بدون عادل امام مثلا يعني شغال بدون جمهور مثلا؟ طب حضرتك يا سامي حاسس ان في تكثيف اعلامي، تكثيف اعلامي بشتى بقى الوسائل، اعلام مرئي مكتوب مسموع للعوده او للدعوه لعوده الجماهير؟ لا انا شايف في قصور. اه في قصور حقيقي. من اي نوع من الاعلام؟ يبدو ان الناس زهقت. من اي نوع من الاعلام؟ لا من كله، من كله. يعني النهارده يعني انا بكتب فيها احيانا واتواصل في الكتابه وبعدين ارجع اكتب تاني، وغيري كذلك من الساده الكتاب والزملاء كتاب والنقاد. فالموضوع يعني محتاج فعلا الاجهزه الاعلاميه بكافه انواعها مرئيه مكتوبه. هي بس مش ان احنا نزق في الاجهزه الامنيه او المسؤولين ان هم يوافقوا على القرار او يعلوا القرار، ولكن يقتنعوا كمان. ان يقتنعوا وان كمان الراجل اللي راح يتفرج على الماتش ده او واخد اخوه او ابنه او اخته يعني يكون امن وحاسس بمسؤوليته وهو رايح. بالظبط. يعني هو راي عنده احساس بالمسؤوليه، مش بس الناقد الرياضي ولا ايا كان او حضرتك او اي مذيع اخر او مقدم برامج اخر. لا ده كله حاسس عنده قدر من المسؤوليه لازم يشارك فيها. مش الراجل الامن ده راجل فوق دماغنا من فوق بس بنحمله فوق طاقته ونقول الامن الامن الامن. لا احنا عايز منتظرين القرار من الامن، لكن طبعا كله لازم يشيل مسؤوليته. كمان مسؤول الانديه دي نقطة مهمة جدا، ما يصعدوش. يعني في بعضهم بدون ذكر أسماء يعني يصعد ويحفز، يعني مش بيحفز الجماهير، لا ده بيشعل نفسيتها وبيتعب أعصابها يعني بتصريحات يعني غير مسؤولة. من النادر جدا والمدربين كذلك. من النادر جدا إن احنا بنشوف كده بصراحة. من المدرب كمان يعني علاقته بالجمهور في الملعب ياخد تحيته ويخرج ويقول تصريحه في الاعلام، مش دوره بقى ان الجماهير قالت سلسله متشابكه. اه بالظبط. كل عليه واحد عليه مسؤوليه. النهارده يعني النهارده مدرب غير موافق مع فرقته لا يحملها للاعلام لا يحملها للتحكيم. يعني عدم التوفيق اللي موجود فيه. لا طب ما هو ده بيخلي الجمهور في حاله ايه؟ استنفار دايما. جمهوره يعني جمهوره في حاله استنفار وحاسس ان هو مظلوم عشان الاعلام ضده، عشان يعني الكلام ده كله عايزين ننقيه. محتاج فيه شويه شوائب كثيره جدا ننقيها ونبقى يعني على قد الموقف، لان طبعا احنا مفتقدين المتعه حقيقي يعني. طب ما تعملوا يعني تخليها بدايه من عند حضرتك، واكيد حضرتك عندك زملاء افاضل، ما تعملوا حمله مكثفه كده للتوعيه وحمله مكثفه لعوده الجماهير، حمله مكثفه او نداء للجهات الامنيه ان طالما في رادع اكيد الجماهير هتلتزم. انا اتوقع ان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي عنده الرغبه في كده، والمهندس سنه ابو ريده عنده الرغبه كمان في كده. ممكن جدا يعملوا ورشه عمل ونشارك فيها رابطه النقاد الرياضيين بالظبط والاعلاميين البارزين وكل واحد يتحرك في الاطار الصح. بس يعني ناس بتفكر يا سامي، يعني ناس بتفكر وناس عايزه تعمل حاجه بالظبط يعني. مش ناس بقى هو يعني مش هم لا، ما هو ناس يعني لازم تكون ناس فاهمه. انا النهارده يعني مثلا شايف برنامج تلفزيوني مع اعلامي بارز، مع يعني اعلامي بارز جدا، كان كل حواره رغم انه مش كروي يعني
عن عدد الجماهير بيقول اتمنى اصلا مصلحه للجميع مصلحه للبلد طبعا مصلحه البلد ومصلحه الدوله سياحه النهارده سياده الرئيس بيقابل منتخب مصر قبل كاس العالم ويتمنى لهم التوفيق في المونديال. كان في شيء ناقص لهذا الفريق يعني بالزبط. ما فيش في شيء ناقص يعني لازم نعترف بيه، ما ده برضه من واجبنا كنقاد ان الفرقه دي ما اشتغلتش تحت ضغط بما فيه كفايه، لا هي ولا الجهاز الفني كله فما اشتغلوش تحت ضغط كافي يعني ما على مدى يعني فين وفين لما بيحصل ماتش في تصفيات كل شهرين ثلاثه ها ونلاقي الناس كلها احتشدت في برج العرب ونفضل مولد. لا احنا الناس دي دوره الجمهور دي لازم دوره مستمره لان زي الدوره الدمويه بالظبط. الدوره الدمويه دي هي الجمهور هو الدم اللي بيجري في العروق بالظبط بالظبط، هو روح الكوره وروح الجسد الكروي يعني. ماشي خلينا نخرج من الجماهير وان شاء الله يبقى في دعوه كده ان شاء الله. ان شاء الله يعني الدعوه بتاع حضرتك يعني نتمناها ان هو يعني السيد الوزير دكتور يعني اشرف يتصدر لها واحنا تحت واحنا ورا في ظهره يعني. يا رب وحضرتك وجهت له الدعوه. هو الدكتور اشرف بصراحه من اول ما جه وهو عنده النيه لعوده الجماهير، وانا بوجه دعوه للجميع يعني يعني يجب الاحتشاد الكامل بالظبط للدعوه لعوده الجماهير والتوعيه، دعوه عامه بالظبط فيها كل والله حاجه. جمهورنا واعي، جمهورنا واعي وحصل يعني في الفتره الاخيره يعني حصل عمليه فلتره لسلوكيات هذه الجماهير يعني. صحيح ماتش اونانا مش بعيد يعني وذكرياته مش لسه ما مشيتش، انما برضو في حاله فلتره وفي يعني يكفي ان في ناس دلوقتي وراهن التحقيق يعني دي مساله لازم الشباب اللي هو يعني حاسس ان هو فوق مستوى المسؤوليه لا لازم يشعر بمثل هذه الحاله يعني. اتمنى ان الجميع يعني يكون عنده احساس بالمسؤوليه. يا رب. هم جابوا لنا على طول زياره 100% كابتن الخطيب ما سابش الجلسه دي او الاجتماع ده مع الوزير اللي فتح الموضوع. سياده الوزير اشرف الصبحي راح النادي الاهلي والكابتن الكبير الاستاذ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي راح له، وكان اول الاسئله واول الدعوات للكابتن محمود الخطيب هي دعوه لعوده الجماهير. طيب يعني قبل ما نكمل كلامنا عن او احنا خلصنا كلامنا عن الجماهير، وهسألك عن رأيك في كالترون بقى المدير الفني الفرنسي للنادي الأهلي. تعال نشوف نجم جميل من الزمن الجميل، وحش أفريقيا. مين وحش أفريقيا؟ الوحوش كتير بصراحة. الوحش الكبير كابتن جميل كابتن إكرامي. تعال نشوف التقرير ده ونرجع مع حضراتكم على طول. هو حارس قلما تجود به الملاعب المصرية والعربية والإفريقية، زاد عن مرماه ببسالة، قاد الأهلي للعديد من الانتصارات والبطولات المحلية والقارية، لقبه الكثيرون بوحش إفريقيا. إنه إكرام الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والمشرف العام على حراسة المرمى بقطاع الناشئين بالنادي. ولد إكرامي بمدينة السويس في 26 من أكتوبر عام 55، انضم لناشئ الأهلي عام 69، بعد أقل من عامين تم تصعيده للفريق الأول عام 71، لعب أول مباراة ودية له مع الأهلي أمام السويس في فترة توقف النشاط الكروي بسبب الحرب، وفاز الأهلي وقتها بخمسة أهداف لهدف. جاءت بداية وحش إفريقيا الرسمية مع الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري موسم 72-73، والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف، وكانت هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي في هذا الموسم. توقع البعض أن تنتهي مسيرة إكرامي مع الأهلي بسبب هذه الخسارة التي لم تكن متوقعة، لكن إكرامي انتفض سريعا، تألق بعدما منحه عبد صالح الوحش قبلة الحياة، طالب ببقائه وأعطاه الفرصة في المباراة التالية أمام الإسماعيلي
التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، ولتبدأ انطلاقته في حراسة مرمى الأهلي داخل المستطيل الأخضر. شارك إكرامي في أكثر من 300 مباراة مع الأهلي، حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات، وقرر إكرام اعتزال اللعبة عام 87 بعد أن أمضى مع الأهلي. ثلاث مرات وأبطال الدوري مرة واحدة. نال إكرامي شرف تمثيل مصر في 50 مباراة دولية، وكانت أبرز نتائجه مع المنتخب الفوز بكأس فلسطين في تونس عام 75، والصعود إلى نهائيات دورتي الألعاب الأولمبية في موسكو ثم لوس أنجلوس عام 84. أشرف إكرامي على تدريب حراس المرمى بالنادي الأهلي، وكان تحت إشرافه العديد من كبار حراس المرمى في مصر والنادي الأهلي بل وإفريقيا، أمثال أحمد شوبير، عصام الحضري، أمير عبد الحميد. فاز مع الأهلي خلال توليه هذا المنصب العديد من البطولات المحلية والإفريقية والعربية. حاز النادي الأهلي على بطولة الدوري العام 7 مرات متتالية في رقم لم يتم كسره حتى الآن. لم يكتفي إكرامي بموهبته الكروية الرائعة، وإنما أثبت حضورا في السينما المصرية بدوره الرائع في الأفلام التي شارك فيها خلال مشواره مع الفن، في مقدمتها أفلام رجل فقد عقله ومرسي فوق ومرسي تحت ويا رب ولد إكرامي وحش إفريقيا. لما بقول له استاذ سامي تعال نشوف وحش افريقيا، قال لي ما فيه وحوش كتير بصراحه، في وحوش كتير بصراحه، بس ده وحش كاسر. لا لا ما شاء الله عليه، ربنا وحش وحوش. ايه رايك؟ لا كابتن اكرامي ده انسان جميل، ويعني انا اعتبر نفسي رافقته في الملاعب، لان انا كنت بادئ برضه في المجال الرياضي، من النقد الرياضي، وهو طبعا كان نجم كبير جدا ومشواره رائع وحافل، ويعني هو اقول بصراحه ان هو واحد من الاجيال اللي خد اقل من حقها، يعني في هو تواجد في جيل رائع جدا قوي جدا، ولكن ما حققش انجازات كثيره يعني غير في مع النادي الاهلي، لان طبعا مع منتخب مصر كان الانجازات اقل من ما يجب. اكرامي طبعا يعني هبة، الجين موجود، جين التألق في حراسة المرمى ده جين موجود في العيلة يعني الشحات أكيد. يعني ذكرنا كابتن إكرامي وكابتن شريف، وطبعا المرحوم أحمد، يعني المرحوم ده حبيب قلب الله يرحمه ويحسن إليه، أحمد إكرامي ربنا يرحمه يا رب، برضه كان حاجة جميلة جدا الله يرحمه ويحسن إليه. تعال نشوف تقرير عن رأي الجمهور في وحش أفريقيا الجامد جدا كابتن إكرامي، نرجع لحضرتك. وحش وحوش كابتن إكرامي، من يعني مش عايز أقول لك جول كيبر على أعلى مستوى، وبعدين الزمن الجميل بقى أيام هيديكوتي وأمجاد النادي الأهلي، فكابتن إكرامي غني عن التعريف. وبالنسبة لكابتن إكرامي طبعا اتصنف من أحسن حراس المرمى في أفريقيا، ولو بقى صولات وجولات في الكورة طبعا يمكن الجيل الجديد ما يعرفش أو ما شافش، إلا بقى لو كانت قناة الأهلي بتذيع بعض الماتشات اللي تعتبر تاريخية دلوقتي، هيشوفوا إبداع كابتن إكرامي. كابتن إكرامي طبعا غني عن التعريف، هو كان عنده مواصفات بدليل أنه خدوه يمثل. أولا هو بيمتاز بوسامة، وكان في رشاقة، وشكله وهو واقف في المرمى شكله جميل، فلذلك خدوه في السينما مثل بعض الأفلام، رغم أنه اعترف أنه ما ينفعش يبقى ممثل. بالنسبة بقى لفنياته في الكرة، أنا مش عايز أقول لك مجدي هيديكوتي ده كان شكله إيه، لو الكوتش هيديكوتي ما كانش متوسم فيه أنه هو إزاي يهدي الملعب زي ما أنت بتقول، إزاي يلم لعبته،
لانه وصل انه بقى كابتن النادي الاهلي، وازاي يتكلم مع لعيبته، ازاي يضم، ازاي يخلي الجناحين دول يضموا، ازاي لما يكون في لعبه هجمه خطره ولا حاجه يتعامل معاها ازاي. وانا بصراحه كنت متوقع ان كابتن اكرامي هيبقى مدرب حراس مرمى، ينقل خبراته دول للجيل اللي بعده. كابتن اكرامي من الناس المحترمه جدا، والزمن اللي عرفنا عن ايه كوره محترمه، واحنا نعزه جدا، ونتمنى الشباب الجديده تعرف اخلاقيات الكوره الصح من الناس دي، ما يبقاش ليهم اخلاقياتهم اللي هم طالعين بيها. عشان كده احنا ما يعني نعتبر ما بنلعبش دلوقتي، كل واحد بيلعب باخلاقياته، فانا مش شايفه ان في لعب صح. شفته كممثل وكلاعب، وشفته هو في الملعب انسان محترم، في تعاون بين الناس اللي هو بيلعب معاهم، مش كل واحد بيلعب لنفسه ولنفسه. فهو ده اللي انا شفته، يعني انا كل اللي بشوفه كوره او اشوفه كممثل لقيته انسان برضو محترم، بيمثل بطريقه محترمه وكويسه، انسان محترم بكل المقاييس. الكابتن اكرامي من العلامات المميزه في الكره المصريه، مهارته في التمثيل لا تقل عن مهارته في حراسه المرمى. اشتقنا لك كتير يا كابتن اكرامي، وعايزين نشوفك في اي حاجه، تمثيل، تدريب، اي حاجه. كابتن اكرامي يعني ايام كان بيلعب في الانديه يعني كان جول، كان محترم وكان مؤدب وكان يعني نعم الاخلاق، وكان كل محترم يعني. وربنا يديك الصحه يا رب، ونشوفك ان شاء الله بتدرب اجيال واجيال واجيال، وربنا يحفظه هو واولاده ويخليه لنا يا رب. كابتن اكرامي غني عن التعريف، وكان في فتره كان هو والكابتن ثابت البطل على طول الله يرحمه بقى، كانوا كل واحد بيلعب ماتش من كتر ما الاثنين كانوا مستواهم عالي جدا، وبيبرجلوا اي مدير فني او اي مدرب، بحيث ان هو كان لازم يلعب ده ماتش وده ماتش. فالكابتن اكرامي معروف بالكور العرضيه، كان هايل جدا في الكور العرضيه، وكمان في الانفرادات ما كانش يعلى عليه، كان بيطلع كده زي الاسد زي ما بيقولوا قدام الفيرويد بتاع الخصم، فكان صعب ان هو يجيب فيه جول. هو قدم مباريات جميله جدا اثناء ممارسته للعبه وهو في شبابه، واحنا شفنا اكرامي في عز شبابه وفي عز مجده، وكان نفسنا شريف اكرامي يبقى صوره طبق الاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم، معايا الاستاذ سامي عبد الفتاح، منور الدنيا مره ثانيه. انت اكتر والله، يعني شفت كلام الناس على كابتن اكرامي؟ لا هو الراجل سايب لنفسه ذكرى جميله طبعا ما تتمحيش يعني، ولقب متفرد وحش افريقيا يعني ما جاش من مجامله ولا الا من نتيجه اداء مميز جدا على مدى تاريخه يعني. تاريخه اكرامي بدا صغير يعني مطور في الملاعب الى سنوات كويسه يعني، ف نجم مش عادي، نجم مش عادي يعني أكيد. والحمد لله ان له مدد يعني امتداد يعني في الملاعب، وربنا وهنشوف يعني. على فكره يعني كابتن اكرامي وجوده خلق حاله من تميز لحراس المرمى في النادي الاهلي على مدى حوالي يعني بالزبط. فوق 35 سنه بالظبط. وجوده بالذات يعني طبعا كابتن ثابت البطل جه وهو موجود، كابتن رحمه الله عليه كان موهبه برضه في حراسه المرمى، لكن زي ما قال احد اعضاء النادي في التقرير ان هو كان بيتبادلوا مع بعض قدام هديكوتي، الراجل مش عارف يلعب ده ولا يلعب ده، الاثنين بيشدوا بعض لاعلى مستوى. جه شوبير برضه دخل في وسطهم، بقت يعني مسلسل ثلاثي مميز رهيب. جدا رهيب لحراسه المرمى، وده نادر جدا ان تلاقي في نادي واحد ثلاثه من المستوى ده يعني. الاجيال اللي جت بعد كده الحضري وعادل عبد المنعم رحمه الله عليه يعني وغيرهم وغيرهم يعني حتى اليوم كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم يعني جيل مميز جدا، اجيال متميزه من حراس المرمى اكتسبت من اكرامي يعني. اكرامي لان هو جه اكرامي في الفتره توقف الكره بعد سبعة يعني بسبب الحرب 73، جه في الفتره دي، ظهر في الفتره دي، وكان المسلسل منقطع يعني قبل كده يعني كان في عصام عبد المنعم، في روبي، في اخرين،
فانما جه اكرامي رفع مستوى حراسه المرمى في مصر كلها يعني. ف بنحييه ونقول له انت وحشنا يا كابتن ودايما بخير وبعافيه وربنا يبارك لنا في شريف اكرامي يا رب يا رب يا رب. تعال نروح اخد وجهه نظرك الصحفيه في باتريس كالترون، وانا مش من هواة بصراحه ان احنا نشوف راجل وكسب ويلا واحسن مدرب في العالم، لا انا بتكلم دايما بمنتهى العقلانيه. ودي اول تجربه ليه مع النادي الاهلي، فانت شفت التجربه ازاي من وجهه نظرك الصحفيه؟ لا تجربه كانت صعبه، وانا اتكلمت في يعني برضه في قبلها على طول وقلت ان الراجل يعني مش هو لوحده، هو الفرقه كلها يعني بالزبط. الفرقه يعني الفرقه خارجه من موسم هم ابطال الدوري وفي اخفاق في بطوله افريقيا كان في البطوله الماضيه، وموسم في لعيبه لسه ما دخلتش حاله مزاجيه مظبوطه يعني بعد كاس العالم الدوليين مش مبسوطين قوي يعني مش لازم نعترف بكده، لابد ان كاس العالم تكون الاحباط اللي حصل في كاس العالم ده مأثر عليهم شويه، في عناصر جديده دخلت، في عناصر افريقيا تأيدت جديد، فيعني المهمه صعبه كلها على الفرقه، فكان كالدرون يعني لازم كان في حاله معاناه وهو بيخوض المباراه الاولى دي بالظبط، وعند طبعا مباراه ثانيه يوم 28 دي الاهم بقى يعني. فانما انا بسميها مباراه العوده المنتج في مباراه 3-0 دي تاونشيب لا باس به يعني مش هقول مميز جدا، لان الشوط الاولاني انا شخصيا ما اتبسطتش منه كلنا، ربما لان كان الفريق في حاله استكشاف لنفسه كده مع بيشوف هيعمل ايه بالظبط. بالظبط الفرقه الثانيه عندها حته الكونتر اتاك يعني مزعجه شويه، والاهلي ما كانش ناقص يعني هو خسران 5 نقط في ماتشين قبل كده فما كانش ناقص، مش مستحمل يعني فالحرص كان موجود. لما جه جون الهدف بتاع ازارو في يعني فك الدنيا شويه وحط لمسه الاهلي بقى، ابتدى الاهلي يظهر في الشوط الثاني. انا يعني مش عايزين نستعجل على كالدرون، كالدرون يعني شفناه مع وادي دجله عمل حاله فنيه جيده جدا مع وادي دجله بلاعبين طبعا مصنفين اقل من لعيبه الاهلي اكيد يعني احترام طبعا ليهم يعني الاهلي طبعا، انما في نفس الوقت ما عليهمش العبء بتاع النادي الاهلي الضغوط الاهلي بيلعب على بطوله في كل دقيقه ما عندوش حلول، هو حل واحد يعني هو فوز بس وجماهيره ما بتسمعش الا بكده بالظبط، وده صح بالظبط، فكالدرون مدرك لهذا يعني فطبعا بيعمل تشكيلاته بيعمل استعداداته. اعتقد يعني مع بدايه الموسم في اول اغسطس يعني الماتش الجاي في بتسوانا اتمنى الاهلي يفوز ويعدل نفسه قوي في السباق الافريقي ان شاء الله، ده هيعدل الحاله المزاجيه للاعبين وهيدي كالدرون ثقته ويبتدي يدينا اللي عنده، نشوف بقى يعني ممكن نقول السؤال ده يعني ايه رايك في كالدرون لما نشوفه فقط لا انا بقول لك انطباعك الاول اكيد بيبقى في انطباع طبعا يعني عشان نسبق بدري كده ونقول راجل حلو ولا بالظبط بالظبط ولا مش حلو بالظبط انا معاك ده يعني هو عليه عبء ثقيل ويكفي ان هو بطوله افريقيا اللي يعني بتمثل اهميه كبيره جدا للنادي الاهلي وجماهيره في مهب الريح ما زالت بالظبط بالظبط ده يعني احنا ما نقولش دوري دلوقتي احنا بنقول بطوله افريقيا في مهب الريح حقيقي يعني دي حقيقة فاز 3-0 صحيح بس اذا لم يفز في المباراه القادمه في يوم 28 هتبقى في مشاكل كبيره جدا ويعني نتمنى الاهلي ان شاء الله يفوز وكل انديتنا اللي مشاركه في بطوله افريقيا تفوز ان شاء الله. يعني انا سالت حضرتك السؤال ده ليه وقلت لك ان انا ببقى بتكلم بمنتهى العقلانيه يعني شفت راجل جريء جدا عنده ثبات انفعالي جميل جدا جدا وقوي جدا، ان هو بغامر بكوليبالي في مركز مساك كان ممكن يبقى لو غلطه يبقى يدخل في حساب هو اللي جابه بالظبط هو جابه محمد اسرار في شركه وليد ازار هو طبعا يعني انت حضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا، الاهلي كان محتاج دعم للدفاع مش هقول كيلوبالي تحديدا او غيره، لما محتاج فعلا دعم للدفاع ده من الموسم اللي فات احنا شايفين ان في مشكله في الحته دي خصوصا في الاداء الكرات العرضيه محتاج ربما محتاج اطوال، الاطوال اظن موجوده بس محتاج يعني مهارات اكثر يعني مهارات اكثر و يعني تنظيم للمساله الدفاعيه او الاداء الدفاعي كله من سواء من الاجناب او من وسط الملعب يعني محتاج ان هو يظبط الحته دي أكيد. عشان يعني ما يحصلش ان الاهلي ما بيجي في جون عنده مشكله برضه دي وجهه نظري الشخصيه
بتاثر فيه نفسيا شويه، بتاثر في اللعيب بطل يعني بتاثر في نفسيته شويه، وان كان طبيعي من طبيعه البطل ان هو ما يوصلش لدرجه ان هو يعني يهتز او يعني، وده شفناه في ماتش الترجي كان يعني، وفي ماتش برضو اللي هو بتاع بطل تنزانيا افريكا سبورت يانج افريكانز، لما بيجي الهدف الدنيا بتظلم شويه كده. هو البطل عموما سامي يعني بتاخد انت زي النقطه اوت كده يعني بتاخدها بتهتز بس بتفوقك على طول بس مفروض. لكن لازم هيحصل لك هزه شويه انت بطل هزه شويه انت بتضربني وانا البطل ازاي، انما في نفس الوقت ايه لازم ارجع بسرعه بالظبط. دي يعني زي ما حضرتك قلت عنده ثبات انفعالي يعني، اللي اتفرج على الشوط الاولاني ما يقتنعش قوي ان الاهلي قدم حاجه بالظبط، لما شفنا شوط تاني اختلفت الصوره كتير، التغييرات اللي كانت والتغييرات والراجل هيفهم الفرقه اكتر واللعيبه هتفهمه اكتر، مساله وقت يعني ان شاء الله، بس الاهم حاجه يعدي الماتش الافريقي الجاي اكيد يعني. هو نزل ميدو جابر واسلام محارب ونزل ايمن، الاثنين جابوا له اهداف وده لعيب على فكره بتعرف تنقل الماتش يعني، اللعيبه دي عندها مهاره نقل الماتش، وده ذكاء من المدرب برضه انه يحتفظ بالاوراق دي علشان يعني يعلى بالماتش في توقيتات صعبه يعني. تمام. الاستاذ سامي عبد الفتاح بقى مؤيد للمدرب المصري ولا المدرب الاجنبي لمنتخب مصر؟ طبعا المدرب المصري. انت يعني عاصرت كاس عالم 90؟ انا حضرت كاس عالم 90. انا حضرت كاس عالم 90 مع كابتن الجوهري بالظبط، ما انا هو في ايطاليا في ايطاليا عاصرت بمدرب مصري وعاصرت بمدرب اجنبي وعاصرت طبعا بقى ما شاء الله ربنا يديك طول العمر عاصرت الفتره كمان طبعًا. مدرب مصري مدرب اجنبي مش عارف مين يعني مش عارف ايه الانسب وايه الاحسن. بص يعني احنا في وقت دلوقتي يعني احنا لما كابتن الجوهري كان ماسك المنتخب في 90 كان الجوهري ده حاله لوحده، حاله مع لعيبته والدوله في الوقت ده وقفت وراه وقفه كبيره جدا، فرغت له الدوري وقفت الدوري، لو هنفتكر ان الدوري وقف في الوقت ده عشان ياخد وقته في اعداد الفرقه، كان بيحافظ اللعيبه يعني قالت به كوره يعني مش واجباتهم ايه يمين وشمال يعني كله. فالجوري كان حاله بعد سنوات كبيره جدا من الغياب عن كاس العالم، احنا يعني احنا ما نبصش ل 28 سنه دول اللي رجعنا فيهم بعد 90، لا قبل كده كنا فين؟ ما كناش موجودين نهائيا يعني. فكان حاله وقدر كان معاه مجموعه كوماندوس يعني دي حقيقه دي يعني اشتغل معاهم شغل يعني كوماندوس وقدروا ان هم يتجاوبوا معاه لحد كبير جدا. كابتن جوري مش مقياس ان انا اتمسك بحته مدرب مصري يعني، ما يعني ايه اللي خل من احد احنا قلنا في الاول احد اسباب يعني الاحباط اللي حصل في كاس العالم في روسيا ان قله اللعب قدام الجماهير، اسباب سبب اخر ان خبرات كاس العالم مش موجوده عندنا ولا عند المدرب اللي هو كوبر، يعني كوبر ما لعبش كاس عالم قبل كده، فيعني احنا انا محتاج واحد عنده الخبره دي والدرايه دي ويقدر يعني يبقى في رصيده ما يقنع اللاعبين ان الراجل ده يعني في جعبته الكثير. المدرب المصري بدون ذكر اسماء مش وقته يعني، ممكن يبقى موجود مدرب مصري كويس مع الراجل الاجنبي الكويس يستفيد منه وياخد منه يعني وياخد منه خبرته الكفايه، وانما طبعا حته معظم المدربين الاجانب بيحبوا ايه اجهزتهم كامله يعني لا لازم ازرع فيهم مدرب مصري كويس ويقبل ده يقبل ده. انت مؤمن بالنظريه دي ان انا ابقى مدرب مصري كويس ويجيبوا مدرب اجنبي المفروض ان هو كويس؟ طب افرض ان انا كمدرب عام وده مدير فني اجنبي وشايف ان هو عنده اخطاء لا يوصلها له هو إيه؟ وانت عارف المدير الفني الاجنبي لا يتقبل لا ما خلاص ما فيش توافق ما حصل قبل كده كان مع يعني مع مدرب مصري اخر واستقال هو كابتن انور سلامه كان في وقت من الاوقات مع مدرب اجنبي ما كانش في توافق هم بيفضلوا المدرب الاجنبي مع ان المدرب المصري كان صح انا مش عارف كانت ايه القصه يعني بصراحه يعني ممكن يكون صح ممكن يكون غلط ما انا بتكلم في كده يعني لو ما كانش حصل توافق ما هم بيخافوا المدربين الاجانب كده عشان كده بيحبوا يجوا بالاجهزه بتاعتهم كامله يعني انما طبعا وجود مدرب اجنبي مصري يستفيد من وجود هذا الرجل يعني دي مهمه جدا احنا محتاجينها كاجيال من المدربين
ما اظنش ان يعني في الوقت الحالي فكره المدرب المصري لمنتخب مصر فكره صائبه، لان احنا عندنا كاس افريقيا قريب جدا في يعني مش بعيده، وهنخش بعد كده في تصفيات كاس عالم، او يعني المساله محتاجه واحد يشتغل صح ويكون عنده جرأه كفايه. هي محتاجه حاجات كتير قوي ويقنع الناس كلها، محتاجه اهم حاجه الاختيار. وبعدين احنا في عندنا مشكله وهنخش فيها كده بشكل صريح، عندنا موائمات. لو جه مدرب من الاهلي لو يعني لازم يبص، هيبص لعيبه الزمالك ازاي، ولو جه مدرب من الزمالك هيبص لعيبه الاهلي ازاي، والاعلام مش هيرحمه. انا بتكلم بصراحه يعني الاعلام مش هيرحمه، لا هيسيبه يرتاح لو اختار مثلا اغلبيه من لعيبه الاهلي ولا اغلبيه من لعيبه الزمالك. وهي المساله مش كده، المساله مش كده، لا ده منتخب مصر يا جماعه، والنهارده الحمد لله احنا عندنا ذخيره من اللعيبه. خلينا نقف عند النقطه دي، لان النقطه دي مهمه قوي. طبعا يعني خلينا نتوقف عندها، يعني اتناقش مع حضرتك فيها. لو انا كمدرب او مدير فني منتخب مصر، مصري، حضرتك بتتكلم بقى في مصري، وجابوا له مثلا يقول له الاهلي شويه والزمالك شويه، لا الاسماعيلي شويه، لا المقاولين، لا انبي، لا بتروجيت، يبقى انا مدرب ما عنديش شخصيه اساسا. ما ده ممكن هو بيختار ان شاء الله، ان شاء الله اكون مختار الاهلي كله، حتى لو مختار الزمالك كله، هو الاسماعيلي كله. انا معاك، هو لو هو عنده شخصيه واختار صح وجايب 20 من الزمالك واربعه من الاهلي واثنين من الاسماعيلي، ها بالظبط، هيقوم عليه اخرين. اصل اعداء النجاح كتير جدا. ايوه اعداء النجاح كتير، وهيلاقي مدربين زملاء بيقلوا منه. ودي عندنا بسم الله ما شاء الله عاليه جدا، مساله عاليه جدا يعني، والغيره تشتغل. لكن المدرب الاجنبي هيقفل كل الابواب دي بس ده حل يا استاذ سامي يعني علشان انا اتلاشى؟ لا ده انا بقول لك سبب. لا انا عايز وجهه نظر حضرتك. لا انا وجهه نظر ان المدرب الاجنبي يكون عنده خبره الكاس عالم. هو كاس عالم كل اربع سنين يعني، برضو انا بناقش حضرتك بباقي بايه، ان انا قاعد مع حضرتك يعني مشجع. فانا بكلمك بالناس اللي سمعناها وبتتفرج علينا دلوقتي، يقول لك اصل كاس عالم، انا يعني افرض ما لقيتش مدرب عنده خبرات كاس عالم، بس في مدرب كويس يعني كاس عالم كل اربع سنين بيجي مره، مسافه بعيده، مش هتلاقي لعيبه عندها خبرات كاس عالم ممكن تعدي. انت احنا بيعدي علينا ماشي زمن وحضرتك عارف. لا ان شاء الله، ان شاء الله هنبقى موجودين في 2020. يا رب والله حاجه جميله. لا لا ده لا، ما هو احد مميزات، احد يعني ايجابيات هذه البطوله الاخيره في روسيا. انا اسالك لسه عن الفرق بين 90 و 2018. طب ماشي، انا بقول لك 2018 احد الايجابيات فيها ان احنا بقى جمهور ولاعيبه وفي طموح، ما نقبلش اقل من ان احنا نتواجد في كاس العالم بعد كده. حلو جميل. خصوصا لسببين. السبب الاول ان اعداد المنتخبات في زياده، اعداد المنتخبات والتصفيات بقت اسهل نسبيا. يعني انت الوقت جري معاك بسرعه جدا يعني. انا والله هم قالوا لي في حاجات يعني فريق الاعداد، لكن اتكلمنا في حاجات مهمه جدا. لا يعني هو طبعا يعني عشان نختصر قضيه مدرب اجنبي، لازم انت بتقيد المدرب الاجنبي. انا بقيد المدرب الاجنبي عشان، بس طبعا في مسؤولين يتحملوا مسؤوليه انفسهم ويتحملوا مسؤوليه البلد. انا عارف، انا لا انا اكيد هم ليهم اختيارات ثانيه خالص، احنا بنتكلم بس ويدرسوا بعمق شديد جدا. اما بقى يعني الجدل الزايد والضغوط يعني زي اللي حصل مع كابتن حازم امام والضغوط يعني، خلينا دخلنا في دوامات، خلينا نبعد عن الكلام ده. وان شاء الله ربنا يوفقهم في مدرب مصري واجنبي، المهم نوصل كاس العالم يبقى شكلنا. استون فيلا يعني كده استحوذ على النادي. الخبر ده انا عرفته وانا جاي يعني. ايه رايك؟ يعني شيء جميل يعني بصراحه يعني شيء جميل. طبعا ودي مش اول مصري يمتلك جزء كبير جدا من نادي انجليزي كبير، كان في الفايد قبل كده في اكيد في الدوري الانجليزي برضه، في طبعا مانشستر سيتي ده. والاستثمارات يعني المميزه دي المصريه، شايفها استثمارات في محلها. طبعا يعني هم طبعا صاحب الاستثمار هو درسه كويس اكيد يعني. هم طبعا عائله سويرز عائله شاطره جدا، واريال بتقرا كويس خطواتها الاستثماريه. وطبعا عندهم استثمار في نفس المجال هنا في مصر، في الجونه.
طبعا جونا طبعا هي تجربه برضو من على نفس الشكل طبعا و... بس بعدوا عن الجونا شويه سابوها شويه. لا هو طبعا هو صاحب لا 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 مش قصدي مش قصدي باعوها يعني قل اهتمامهم شويه بالجونا. لا لا معلوماتي انه الجونا راجع دوري ممتاز اه انا عارف فلا يعني هم يعني خطواتهم مش جريئه شويه في دعم الجونة انه يبقى فريق قوي جدا ويقدر ينافس انما هو عايزينه الاسم موجود يعني الاسم موجود ودي نظريه على فكره بدأها زمان قوي عثمان احمد عثمان مع نادي المقاولين العرب ان الاسم التجاري يبقى موجود ودي حاجه مهمه ودي حاجه مهمه بس هي اكتر ان هي تخش في الاستثمار النهارده الكره اصبحت صناعه يعني امبي امبي يعني بالظبط كده امبي عمل بسم الله ما شاء الله امبي مثلا ده ابرز مثال ناجح في مصر طفره رياضيه ومسمع اسم امبي في العالم كله بيسمع و بالبلد كده بيبيع ويشتري كويس قوي وما بيخسرش لا يعني اصبحت عنده استثمارات جديده اسمها صناعه الكوره يعني بجانب الصناعه البتروليه اللي هو اشتغل فيها ده يعني محتاجه يعني طبعا في اتوقع يعني اتوقع ان في استثمارات مماثله هتيجي في مصر قريب انما طبعا بتاعت استون فيلا دي خطوه كبيره جدا يبقى اسم مصر موجود صلاح في ناحيه ولسه خلي بالك كمان لسه ما صعدش دوري ممتاز انجليزي ده لسه يعني بيحاولوا يصعدوا السنه دي بقى يعني مش بعيد عن استون فيلا من الاسماء الراسخه جدا في الكره الانجليزيه بيروح ويجي وطبعا يعني له سجل من البطولات برضه. يعني انا عايز اقول لك التصريح اللي قاله نصيف سويرس في تصريحات الموقع الرسمي للنادي الانجليزي قال كمشجعين لكره القدم نحن متحمسون لاننا اصبحنا جزءا من هذا النادي الرائع نحن نؤمن باننا نجمع معا الخبره العمليه والرياضيه التي ستساعد النادي على ضمان العوده الى مكانه الصحيح في كره القدم الانجليزيه. يعني كلمتين اتمنى له التوفيق يعني كلمتين وبس هم دايما يكلموا بس قليل قوي بس بينتجوا كويس قوي يعني هو كمان كمل وقال هدفنا هو تحقيق النجاح المستدام للنادي نتفهم اننا مشرفون على استون فيلا نيابه عن المشجعين وناخذ هذه المسؤوليه على محمل الجد نتطلع الى العمل مع الدكتور توني لاجراء تقييم شامل وتقييم النادي في الاسابيع المقبله واولياتنا في هذه المرحله هي تعزيز الفرق والهياكل قبل الموسم القادم وما بعده. ده كان تصريح السيد نصيف سويرس مالك نادي استون فيلا الانجليزي الان. او المشارك بقوه 55% لا ما 55% يعني صاحب القرار يعتبر صاحب القرار يعني نتمنى له التوفيق اعتقد انها تجربه مفيده نتمنى طبعا انها تنجح طبعا هنشجع من هنا ورايح استون فيلا يعني القلب ليفربول دلوقتي يا سامي محمد صلاح في القلب دلوقتي هو الدرجه الاولى استون فيلا يعني هنشجع بس يعني كده بعيد عن ليفربول وبعيد عن صلاح ده استحوذ على قلوب كل المصريين والعرب في الحقيقه استحوذ يعني بصراحه في مواضيع كتير كنت نفسي اكلمك فيها لكن للاسف وقتنا انتهى مع حضرتك اتشرفت بيك انا اسف وكانت مقابله جميله جدا واعتقد الناس مبسوطه بالكلام والقضايا اللي ناقشناها ما بنتكلمش بمنتهى الصراحه صحيح لكن بنتكلم والناس بتفهم دلوقتي ما بين الكلام لا طبعا الناس فاهمه كل حاجه الناس فاهمه كل حاجه يعني 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 مش محتاجين نجهد نفسينا يعني عشان نتواصل مع الناس بالظبط يعني. الناس انا دايما بقول المستوى الفكري بتاع المتلقي او المشاهد زاد جدا في الفتره الاخيره حقيقي ده حقيقي زاد في كل حاجه ده حقيقي ده حقيقي يعني دلوقتي تلاقي الناس بتنقد في الرياضه في السياسه في كل المجالات تحس ان هم فعلا متمرسين لا ده حقيقي ولازم نكون على مستوى الفكر ده بالظبط يعني احنا برضه نتكلم معاهم بصراحه بقدر ما نستطيع ويعني انا اتصور ان يعني كلامنا النهارده في اكثر من قضيه كان مهم الى حد كبير جدا انت حضرتك طرحت يعني نقاط مهمه جدا اتكلمنا فيها براحتنا ونتمنى الدعوه اللي انت قلتها يعني يا رب مع الدكتور اشرف صبحي ان هو يعني يكون فرشه عمل سريعه جدا 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 مش عايزين الدوري ده يسرقنا وما نلاقيش جماهيرنا مره ثانيه. يا رب يا اسامه يا رب وانا برضو من خلالك بنعيد الدعوه التكثيف الاعلامي، الاعلام بقى بكل اشكاله مسموع ومرئي ومكتوب ان احنا نكثف الدعوه من اجل عوده الجماهير مع الدكتور اشرف صبحي يعني الكلام كان كمان الاستاذ سامي طرحه او
او دعا الدكتور اشرف صبحي للبدء في هذه المبادره وبشكل سريع جدا. ان شاء الله دكتور اشرف صبحي يكون معاه كل التوفيق. وانا شايف ان هو بصراحه داخل بيجري. ربنا معاه. انا شايفه داخل بيجري. هو بيجري فعلا. هو بيجري فعلا. بس يعني خلينا في القضايا. يعني ايه هو داخل في كل يعني كل القضايا كل المشاكل وكل الامور وربنا معاه. ويتصادف بس ان في احداث رياضيه مهمه جدا بتحصل حواليه زي ما هو لسه راجع من الجزائر. فطبعا هو بيجري جدا. ويعني انا يعني اشد على يده ان هو اختار مجموعه من المساعدين. انا أكيد. حسب معلوماتي انا عرفت طبعا خمسه من المساعدين كانوا مساعدين للوزير عشان يعمل يعني كل مهام الوزاره يحطها سكاشن عند جميل. وده شيء يخفف عنه وفي نفس الوقت يخلي الرؤيه واضحه اكتر. اكيد ان شاء الله. استاذ سامي انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نورتني وشرفتني. ان شاء الله نلتقي قريبا باذن الله. ان شاء الله اتمنى. للاسف وقتنا بيخلص معاكم بسرعه. اتكلمنا في كل القضايا ومعظم القضايا اللي حضراتكم بتسالوا عليها دايما. اتكلمنا عن النادي الاهلي واتكلمنا عن عوده الجماهير. وزي ما احنا سمعنا وشفنا مع حضراتكم دعوه للجميع لعوده الجماهير. ودايما مجلس اداره النادي الاهلي سباق في هذا الموضوع. وان شاء الله كل التوفيق لكل الاجهزه المعنيه بعوده الجماهير. بحب دايما ان احنا ننتقد لكن دايما نقد البناء وليس الهدام. دايما بتنوروني وبتشرفوني وتصبحوا على الف خير.